بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. بإذن الله في الفيديو هذا حنشرح آخر جزئية في كورس النيوبليجيا للدفعة 47، وهي الجزئية الخاصة بأورام الأطفال Neoplasms of Childhood. كالعادة لازم نحن نعرف شنو تسلسل النقاط اللي حنمشوا عليه في المحاضرة هذه، بيش في كل جزء من المحاضرة نكونوا عارفين نحن لعند وين واصلين. حناخذوا في البداية معلومات عامة عن الأورام اللي جن للأطفال، وبعدها نبي نحكوا على شوية معلومات عن الأورام الحميدة اللي جن في الأطفال، زي الورم الحميد اللي يطلع من الأوعية الدموية هيمان جيوما، والورم الحميد اللي يطلع من الأوعية اللمفاوية لمفاوي أنجيو أوما لمفانجيوما. كذلك نبي نحكوا على ورم اسمه التيراتوما، وحنحكي لكم منين يجي الورم هذا. بعدها نبردوا من جديد ناخذوا بعض الجنرال كاركترز الأخرى الخاصة بالأورام الخبيثة الكانسرز أو المالجنانت تيومرز اللي جن في الأطفال، وبعدها حنخشوا على المالجنانت تيومرز اللي جن في الأطفال، نعطوا بعض الأمثلة عليهم ونعطوا بعض الأمثلة المخصصة لكل فئة عمرية age distribution، ونحكوا على شنهن أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً أنهن يجن في الأطفال. وبعدها عندنا ثلاث أورام نبي نحكوا عليهم بالتفصيل شوية، وهن الثلاثة embryonal tumors، هن الثلاثة بلاستومات اللي هن النيروبلاستوما اللي تجي في الأدرينال ميدلا، النفروبلاستوما واللي هو الإمبريونال تيومر متاع الكدني، الريتينوبلاستوما واللي هي الإمبريونال تيومر متاع الريتنا متاع شبكية العين. نبدو على بركة الله. بالنسبة للنقطة الأولى الجنرال انفورميشن، childhood tumors أغلبهن benign، فلو سألك في الامتحان أو كمعلومة عامة هكي، أغلب الأورام اللي جن في الأطفال benign ولا malignant؟ الحمد لله أن أغلبهن benign. تمام، لو نحن خذينا الأورام الخبيثة الأورام malignant اللي جن في الأطفال بصفة عامة، نلقوهن يشكلن 2% من إجمالي الأورام الخبيثة اللي يضربن البشر. يعني الأطفال أصلاً يعتبروا فئة نادرة أن يجن عندهم أورام خبيثة مقارنة بالأعداد الهائلة من المرضى كبار السن المصابين بالأورام الخبيثة. فالmalignant tumors كبرسنتج أو كنسبة غالباً يضربن الكبار الأولد إيج، نادراً ما أنهن يجن في الأطفال الصغار. والدليل على الشيء هذا زي ما قلت لكم النسبة، أن الأورام الخبيثة في الأطفال الصغار ما يمثلنش حتى 2% من إجمالي الأورام الخبيثة اللي يضربن في البشر بصفة عامة. ولكن رغم ذلك الأورام الخبيثة في الأطفال يعتبر من أكبر وأشهر أسباب الدث في فئة الأطفال هذوما. تمام، المالجنانسيز اللي يضربن الأطفال يعتبر most common cause of death في هذه الفئة العمرية. يعني أوكي، أكثر سبب يقتل في الأطفال هم السرطانات الخبيثة اللي جن فيهم. أوكي تمام، فهكي نحن حكينا ثلاث معلومات عامة نوعا ما عن الأورام. تو نبخش نحكو على الهيمنجيوما واللمفنجيوما والتيراتوما زي ما قلنا في البداية. بالنسبة للبيناين تيومرز، في بيناين تيومرز يطلع من الأوعية اللمفاوية، وفي بيناين تيومرز يطلع من الأوعية الدموية. البيناين تيومرز اللي جن من الأوعية الدموية اسمهن هيمانجيوما، واللي جن من الأوعية اللمفاوية اسمهن لمفانجيوما. أوكي، بالنسبة للهيمانجيوما هي الموست كومن تيومر يجي في الأطفال الصغار، هي بيناين تيومر الحمد لله، هي الموست كومن تيومر إنه يجي في الأطفال الصغار. أغلب الأورام اللي يضربن الأطفال الصغار تلقاها الهيمنجيوما. تمام، الهيمنجيوما بما أنها طالعة من الأوعية الدموية معناها لونها حيكون حمر أو ما بين الحمر والأزرق، وغالبا تجي في الجلد متاع الوجه أو الجلد متاع الرأس من فوق متاع السكالب. والحمد لله ريتوا حتى الميزة الأخرى، الحمد لله أن أغلب الهيمنجيومات يصير لهم regression spontaneously، يعني بروحهم يتعافن ويحولن برواحهم بدون أي تدخل منه. أوكي، فمثلا شوفوا معايا الصورة الجاية هذه اللي بنوريها الكم توا.
الطفل هذا عنده بقعة حمراء، كتلة حمراء طالعة من الأوعية الدموية وطالعة على الجلد متاعه، سوبرفيشيال على الجلد متاعه من برا، هذه هي الهيمنجيوما، ورم حميد يطلع من الأوعية الدموية، تمام؟ يكون لونه حمر تقريبا، يطلع سوبرفيشيال على الجلد متاع الفيس، تمام؟ وغالبا مصيره يكون انه هو يتعافى بروحه بدون اي تدخل منا. كذلك في اورام حميده يطلع من الاوعيه الليمفاويه، تمام، نسمو فيه الليمفانجيوما. وغالبا غالبا الورم الحميد اللي هو الليمفانجيوما غالبا يكون عباره عن كتله كبيره معبيه بسائل ليمفاوي او سائل اشبه بالليمفاوي جواها، يعني تكون عباره عن كتله مليانه بسائل، كتلة مليانة بسائل، إذن هي عبارة عن سيستيك سبيس أو عبارة عن سيست، عبارة عن كيس، أوكي؟ الليمفانجيوما تفرق عن الهيمنجيوما إنها غالباً تجي في الإبط، في منطقة الإبط الأكزيلا أو منطقة النك، وغالباً تكون ديب مش سوبرفيشيال. لو تشوفوا معايا في الصورة الجاية هذه، الطفل هذا عنده الليمفانجيوما عبارة عن كتلة كبيرة مليانة بسائل، كيس يعني، جياته في منطقة الرقبة النك، وجاية ديب جوا مش سوبرفيشيال على السكن من برا زي الهيمنجيوما، أوكي؟ تمام. كذلك الأوعية الليمفاوية عند الأطفال الصغار مرات يصير لهم دايلاتيشن شوية أو دايليشن شوية، يتوسع عن الأوعية الليمفاوية ويدير كتلة أشبه بالورم اسمها ليمفانج، سوري معلش، اسمها لمفانجيكتيسز، لمفانجيكتيسز، تمام؟ لمف، لمف معناها لمفاوي، انجيو معناها وعاء، كتيسز يعني صار لها دايليشن وتضخم شويه الاوعيه هذنا، لمفانجيكتيسز، اوكي؟ حتى هن نوع من انواع الكتل اللي يطلع من الاوعيه الليمفاويه بعد ما يتوسع في الاطفال الصغار بشكل ابنورمال، اوكي؟ فالليمفانجيكتيسز والليمفانجيوما والهيمنجيوما كلهن عبارة عن benign tumors يطلعن سواء من الأوعية الليمفاوية أو من الأوعية الدموية في الأطفال. كذلك قلنا نبي نحكو على التيراتوما، التيراتوما اللي ممكن تجي في الأطفال الصغار. في البداية خلوني نقول لكم شن هي التيراتوما. نحن عرفناها وحكينا عليها في فيديو النيوبليجيا الأول، قلت لكم أن الطفل أول ما يتكون كإمبريو يطلع من ثلاث طبقات جنينية، ميزوديرم وإندوديرم وإكتوديرم، والمفترض أن الطفل الناضج لا عاد فيه لا ميزوديرم ولا إندوديرم ولا إكتوديرم، مجرد أنسجة ناضجة موجودات فيه. لكن اللي مرات يصير أن بعض الأطفال يفضل عندهم شوية إكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم ما يحولنش، والشوية هذه بعدين مرات الطفل يطلع له ورم من البقايا هذن بتاعت الميزوديرم والإكتوديرم والإندوديرم. لما البقايا هذن يطلع منهن ورم يقعد اسم الورم تيراتوما، اسم الورم يكون تيراتوما. التيراتوما مش ديما بيناين، را هي 75% من حالات التيراتوما يكون بيناين، لكن في نسبة من التيراتومات تكون مالجننت تيراتوما، مش ديما بيناين. في المنظر وفي التركيبة تختلف البيناين تيراتوما عن المالجننت تيراتوما. زي شنو مثلا؟ يعني لو أن الإندوديرم والميزوديرم والإكتوديرم اللي طلعت منه التيراتوما صار له نضوج وبدأ يعطي فيه mature element أو mature structures، يعني مثلا يعطي فيه hair follicles وhair، يبدأ يكون فيه شعر يعني، تمام؟ صار له ماتوريشن الى ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم، وبدا الورم من جوا يكون عباره عن ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم زي متاع السكن. لو مثلا صار له ماتوريشن الى بون، الى تيث، الى كارتلج، اذا الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم متاع التيراتوما صار له ماتوريشن الى ماتور ستراكشرز. كيف الماتيور ستراكشرز اللي نلقاهن في الانسان البالغ او في الطفل الناضج، يعني اللي هن الهير والتيث والبون والمسلز وغيرها من الماتيور ستراكشرز، اذا تكونا ونضج الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم الى هذه الماتيور ستراكشرز، فغالبا الورم هذا حيكون ورم حميد بيناين، تمام؟ صار فيه ماتوريشن للاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم، وهذا هو أغلب اللي يصير، أو هذا هو اللي يصير في أغلب حالات التيراتوما، تمام؟
فهنا التيراتوما في الحالة هذه حتكون benign تيراتوما، وحتقعد التيراتوما هنا عبارة عن كتلة فيها hair وteeth وبون ومسلز، فيها خليط من كل حاجة ممكن نلقاها في جسم الإنسان الطبيعي، لأن الورم هذا طالع من الطبقات الجنينية الثلاثة اللي يقدر يدير maturation إلى أي حاجة موجودة في جسم الإنسان الطبيعي، تمام؟ وحتكون الكتلة هنا معبية بسائل نتيجة الإفرازات الطبيعية اللي يفرزن فيهن الماتشور structures اللي حيكون الموجودات جوا كتلة التيراتوما. فكتلة التيراتوما هنا حتكون معبية بسائل، يعني حتكون عبارة عن كيس cystic space، أوكي؟ هذا هو أو هذين هن خصائص البيناين تيراتوما اللي هي most common type نحن نشوفوه من التيراتوما. ولكن مرات الاندوديرم والميزوديرم والإكتوديرم هذنا ما ينضجنش وما يتحولنش إلى mature structures، بل يظلن على الهيئة الإماتيور نتاعهن، يقعدن كيف ما هن اندوديرم وميزوديرم وإكتوديرم. هنا في الحالة هذه التيراتوما حتكون عبارة عن malignant tumor، أوكي؟ حتكون malignant تيراتوما، وفي الحالة هذه مش حيكون فيه لا إفرازات ولا عمك يحزنون، فكتلة التيراتوما مش حتكون معبية بالسكريشنز في الحالة هذه، بل تكون عبارة عن كتلة صلبة من الخلايا المتراصة في بعضها، solid mass مش cystic mass، أوكي؟ وهذا يمثل نسبة قليلة من حالات التيراتوما. التيراتوما بشكل عام تجي للبالغين، ما تجيش للأطفال، را تمام؟ ولما تجي للكبار غالباً تكون يا في الأوفريز يا في التستيكلز، وهي مصلي نشوفه فيها في الأوفريز عند الفيميلز، بنسبة قليلة نشوفه فيها في التستيكلز عند الميل، أوكي؟ ممكن التيراتوما برضو تجينا في الميدياستاينم. شن هو الميدياستاينم؟ المساحة اللي ما بين التو لونجز، المساحة الفاضية اللي ما بين التو لونجز في الثوراسيك كيفيتي، هذه اسمها الميدياستاينم. وممكن التيراتوما تجي في الميدياستاينم هذا عادي، ما تجيش لا في الأوفريز ولا في التستيكلز. كذلك ممكن تجينا ورال بيريتونيوم، ريترو بيريتونيال تيراتوما. انتوا عارفين ان الانسان الطبيعي هذا الانتيرير ابدومينال وولم تاعه، وهذا البوستيرير ابدومينال وولم تاعه، وهذا البلفس متاعه والبيرينيوم متاعه من اللوطة، وهذا البيريتونيوم اللي يغطي البيريتونيوم اللي قاعد جوا الابدومينال كيفيتي. المنطقة اللي ما بين البوستيرير ابدومينال وول وما بين البيريتونيوم هذه اسمها ريترو بيريتونيال اريا. مرات التيراتوما تجينا هن وراء البيريتونيوم، تمام؟ لكن في الأطفال الصغار أغلب مكان تجي فيه التيراتوما ساكروكوكسيجيال ريجن، تجينا في المنطقة متاع عظمة الساكرم والكوكسكس من اللوطة، منهن تحقوا في الكتلة هذه توا مثلا في الطفل هذا، هذه عبارة عن ساكروكوكسيجيال تيراتوما، يعني تجيه تقريبا في منطقة المؤخرة من اللوطة، تمام؟ هذا هو الموست كومن سايت تجي فيه التيراتوما في الأطفال الصغار، وعرفنا أمتى تكون بيناين وأمتى تكون مالجننت وشن خصائصها في كل حالة، وعرفنا هي غالباً أصلاً وين تجي التيراتوما بشكل عام، لكن وعرفنا كذلك وين تجي في الأطفال الصغار. هكي حكينا على ثلاثة من الأورام الحميدة، هيمنجيوما، لمفنجيوما، وتيراتوما. توا نعدوا نحكوا على بعض الخصائص المشتركة ما بين المالجننت تيومرز، الأورام الخبيثة اللي جن في الأطفال، ونعطوا بعض الأمثلة على المالجننت تيومرز وشنو الأكثر الأعمار شيوعاً فيهن، وشنو أكثر الأورام الخبيثة اللي جن في الأطفال الصغار، تمام؟ شوفوا هاي معايا. بالنسبة لخصائص الأورام الخبيثة اللي جن في الصغار، في الأطفال الصغار، أولاً غالباً أغلب الأورام الخبيثة اللي جن في الأطفال الصغار مكانهن السايت متاع الورم، السايت متاع السرطان الخبيث يكون في الهيماتوبويتك تيشو. من هو الهيماتوبويتك تيشو؟ البون مارو تحديدا. وهذه فعلا قاعدة مضبوطة، لأن نحن بعدين لما نحكو على الموست كومن كانسر أو الموست كومن مالجننت تيومر يجي في الأطفال، حيكون أول واحد فيهن وأكثرهن شيوعا هو سرطان نخاع العظم، سرطان اليوكيميا، تمام؟ فلذلك أغلب وحنقولوا إن السكند موست كومن تايب من السرطانات الخبيثة اللي يجي للأطفال السرطانات الخبيثة اللي جن في البرين، تمام؟ فلذلك يعني بصفة عامة نقدر نقوله إن واحدة من الخصائص المشتركة ما بين أغلب السرطانات الخبيثة اللي جن في الأطفال إن هن يجن في الهيماتوبويتك تيشوز زي البون مارو
كذلك إجن في النيرال تيشوز زي البرين. أوكي، هذه أول خاصية مشتركة ما بين السرطانات الخبيثة اللي جن في الأطفال. ثاني خاصية إن أغلبهن مش كلهن عندهن أسباب وطفرات جينية صارن وأدن إلى حدوث هذه السرطانات الخبيثة. تمام، وحنحكوا عليهن بعدين لما نعطوا لما نغوصوا في النيروبلاستوما والريتينوبلاستوما والنفروبلاستوما، حنوضحوا الأسباب الجينية والطفرات الجينية اللي صايرة في كل ورم من الأورام الثلاثة هذنا واللي أدن إلى حدوث الأورام هذنا. تمام، يعني ثاني خاصية إن أغلب السرطانات الخبيثة اللي جن للأطفال في وراهن أسباب جينية، ومرات يكون حتى أسباب جينية موروثة من الأب أو الأم. كذلك مشترك ما بين أغلب السرطانات اللي جن للأطفال والأورام اللي جن للأطفال بشكل عام، وقلناها بدري، إن هن يصير لهن spontaneous regression. مرات بعض السرطانات بدون تدخل منك يضمرن برواحن ويموتن برواحن ويحولن برواحن زي ما صار في الهيمانجيوما بدري. كذلك مشترك ما بين أغلب السرطانات اللي جن للأطفال إن نحن لما نفحصوهن مش حيكون مثلاً ديفرنشييت، مش حيكون شبيهات بأنسجة الطفل بأنسجة الإنسان البالغ الطبيعية، لا، بل حيكون هيئتهن أو هيئة أو بنية أو منظر خلايا السرطان امتعات الأطفال يكون منظرهن مازال منظر بدائي بريميتيف أو منظر إمبريوني، منظر خلايا إمبريونية مش خلايا ناضجة. توا مثلا نقولوا إنسان عمره 30 سنة طلع على سرطان من الثايرويد جلاند، خلايا السرطان بتاع الثايرويد جلاند في الغالب حيكون يشبهن إلى حد ما خلايا الثايرويد جلاند الناضجات. تمام، وهذا الحاجة الطبيعية اللي نتوقعوها نحن في كانسر يطلع في إنسان بالغ. لكن في الكانسرز اللي جن في الأطفال الصغار مناظر الخلايا حيكون يشبهن الخلايا البدائية أو الخلايا الإمبريونية اللي نلقاها في الإمبريو، مش في الطفل الناضج أو في الإنسان الناضج. فهمتوا علي؟ فهذا بالنسبة للخصائص المشتركة ما بين الخشائش هذا بالنسبة للخصائص المشتركة ما بين أو بعض الخصائص المشتركة ما بين السرطانات الخبيثة اللي جن عند الأطفال الصغار. بعض الأمثلة على السرطانات الخبيثة اللي جن للأطفال الصغار يشملن كل الإمبريونال تيومرز اللي حكينا عليهم في المحاضرة اللي فاتت، يشملن مثلاً الميدالو بلاستوما اللي تجي في البرين، يشملن النفرو بلاستوما اللي هي الويلمز تيومر اللي تجي في الكدني، يشملن الهيباتو بلاستوما اللي تجي للليفر، يشملن النيرو بلاستوما اللي تجي في الأدرينال ميدالا، كذلك يشملن الريتينو بلاستوما اللي تجي في شبكية العين، يشملن الرابدومايو ساركوما اللي تجي في الفيجاينا عند البنات الصغار، كذلك يشملن سرطانات نخاع العظم اليوكيميا سواء كان الأكيوت مايلويد أو أكيوت ليمفويد اليوكيميا، وكذلك تشمل بعض السرطانات اللي يطلع من الأنسجة الليمفاوية أو من الخلايا الليمفاوية زي البيركت والهاتشكين ليمفوما. الأمثلة اللي حكينا عليها المحاضرة اللي فاتت على الإمبريونال تيومرز كلهن نقدروا نعتبروهن برضو أمثلة على سرطانات إجن في الأطفال الصغار طالعات من أنسجة إمبريونية. يبقى إذن أكيد الإنسان اللي حيصاب بهن حيكون طفل صغير، فكل الإمبريونال تيومرز اللي حكينا عليهن يعتبرن أمثلة على أورام حيجن للأطفال الصغار مش حيجن للكبار. تمام، هذا بالنسبة للأمثلة على المالجنانت تيومرز. الدكتورة دايرت لكم في شيت الجامعة متاعكم السنة هذه جدول منظمة فيه بعض السرطانات الخبيثة والأعمار اللي جن عندهن السرطانات الخبيثة. مش عارف لو مطلوب منكم تحفظوه أو لا، لكن أنتوا يعني حاولوا إنكم تشوفوا الحاجات المميزة. مثلاً التيراتوما شائع إنها هي تجي في الأطفال أقل من 4 سنوات، مش شائع إنها تجي فوق من 4 سنوات. الويلمز تيومر كذلك، النفروبلاستوما شائعة إن هي تجي في أعمار أقل من 5 سنوات، مش شائعة إن هي تجي أكثر من 5 سنوات. أعرفوا مثلاً حتى إن اليوكيميا سرطان نخاع العظم شائع إن هو يجي في الأطفال ما بين 0 من الولادة إلى 9 سنوات، لكن مش أكثر من هيك. تمام؟
فزي ما قلت لكم يا دكاترة، مثلا أعرف أن اليوكيميا شائع أنها هي تجي من 0 إلى 9 سنوات. الورم الخبيث اللي يطلع من شبكية العين الريتينوبلاستوما شائع أنه يجي من 0 إلى 9 سنوات برضو. النيروبلاستوما اللي تطلع في الأدرينال ميدلا حتى هي ما بين 0 إلى 9 سنوات تجي. السرطان الخبيث اللي يجي في الكبد عند الأطفال إذا كان يبي يطلع من الخلايا الإمبريونية اللي بيكونن الكبد فهو شائع أنه يجي ما بين 0 إلى 4 سنوات، هيباتو بلاستوما. لكن إذا يبي يطلع من الأنسجة الناضجة امتاع أو الخلايا الناضجة امتاعت الليفر، معش يقعد إمبريونال تيومر، معش يقعد اسمه هيباتو بلاستوما، بل يقعد اسمه هيباتو سيليولار كارسينوما، فهذا شائع أنه يصير في الأطفال فوق من 5 سنوات. تمام؟ كذلك في ورم خبيث يطلع من العظم شائع أنه يجي في الأطفال اسمه إيوينج ساركوما، يختلف عن الأوستيوساركوما العادية اللي هي المالجننت تيومر أوف ذا بون العادي اللي هو يجي فوق من 10 سنوات عند الأطفال. يعني الحاجات المميزة لو تحفظوهن وتحفظ الأعمار المميزة متاعاتهن يكون كويس، يعني مش شرط أنكم تحفظوا كل شيء من عمر كم الكم تلقوه. وفي النهاية أصلاً المعلومة الجدول هذا يعتبر ماهوش ذا أهمية كبيرة مقارنة بالحاجات الأخرى المهمة اللي حكينا عليهن واللي حنحكوا عليهن توا. بالنسبة لأكثر الأورام الخبيثة شيوعاً في الأطفال الصغار، على رأس القائمة اليوكيميا سرطان نخاع العظم، هو الموست كومن مالجننت تيومر نلقوه في الأطفال الصغار. السكند موست كومن مالجننت تيومر في الأطفال الصغار هن الأورام الخبيثة اللي جن في البرين. الثيرد موست كومن مالجننت تيومرز هن اللي يطلعن من الأنسجة الليمفاوية، الليمفومات، الليمفوما مش اليوكيميا. تو اليوكيميا هي سرطان من نخاع العظم، لكن الليمفوما تفرق عليها، هي سرطان من الخلايا الليمفاوية أو الأنسجة الليمفاوية. بعدها الموست كومن تيومرز يجن في الأطفال في الترتيب الرابع هن الأورام الصلد القاسية الصلبة اللي يكونن برا السنترال نيرفس سيستم. زي منو؟ زي مثلا ورم النيرو بلاستوما اللي يجي في الأدرينال ميدلا في الأبدومن، وورم الوالمز تيومر أو النفرو بلاستوما اللي يجي في الكدني برضو في الأبدومن، كذلك بعض البون تيومرز، وكذلك الرابدومايو ساركوما اللي قلت لكم من بدري إنها هي تجي في الفيجاينا عند البنات الصغار، عند الفيميلز الصغار في العمر. تمام؟ هذين يقعدن أو ترتيبهن في القائمة الفورث موست كومن تيومرز أو موست كومن مالجننت تيومرز في الأطفال الصغار. على فكرة بيش ما تلخبطش من بدري، قلنا الفيرست موست كومن تيومر في الأطفال الصغار يصير هو منو؟ هو الهيمانجيوما. لو نحن بنحكو على الأورام بشكل عام سواء أورام حميدة أو خبيثة، ما دخلنش هكي بشكل عام، نبي نحكي الموست كومن تيومر يجي في الأطفال هو الهيمانجيوما، الورم الحميد اللي قلناه من بدري. لكن نحن توا قاعدين نحكو على المالجننت تيومر. لو نبي نحكو على المالجننت تيومرز برواحن، ف القائمة هذه حتكون هي قائمة الموست كومن مالجننت تيومر يجن في الأطفال. لكن لو نقارنوا نسبة حدوثهن بنسبة حدوث ورم الهيمانجيوما، لا نلقوا أن الهيمانجيوما هي الأكثر شيوعا منهن. تمام؟ إن شاء الله تكون وصلت الفكرة ووضحت. لو ما وصلتش وخر الفيديو دقيقة دقيقتين وعاود أسمع الكلام اللي قلته حتفهمني إن شاء الله. طبعا النيروبلاستوما والنفروبلاستوما، يعني الورم الإمبريونال اللي يطلع في الأدرينال ميدلا والورم الإمبريونال اللي يطلع في الكدني عند الأطفال الصغار، هذين هن الموست كومن مالجننت تيومرز يجن في الأبدومن عند الأطفال الصغار. لو نحكو على منطقة الأبدومن فقط في الأطفال الصغار ونبن نشوفوا الموست كومن أبدومينال مالجننت تيومر في الأطفال الصغار، فحيكون النيروبلاستوما والنفروبلاستوما. أوكي؟ يعني كل حاجة لها لو نبي نحكو عليها إن هي الموست كومن، فحتكون مقرونة بشرط معين. فمثلا بيش نقوله إن اليوكيميا هي الموست كومن، معناها لازم نقوله الموست كومن مالجننت تيومر، ما نقولوش موست كومن تيومر بشكل عام وخلاص.
لو نبو نحكو عن نيروبلاستوما والنفروبلاستوما إنهن الموست كومن لازم نقوله موست كومن أبدومينال تيومرز أبدومينال مالجنانت تيومرز بشي قاعدا فعلا هن الموست كومن بالنسبة للشرط هذا. أوكي فخلاص هذا بالنسبة للأورام الخبيثة منو الأكثر شيوعا في الأطفال الصغار وهكي حكينا على الأورام الخبيثة كمعلومات عامة تمام وحكينا عليهن كأمثلة وكأين الفئات العمرية أكثر شيوعا أن يجن فيهن وكذلك منو الموست كومن مالجنانت تيومرز والسكند والثيرد والفورث موست كومن مالجنانت تيومرز في الأطفال الصغار. توا معاش عندنا إلا نحكو على النيروبلاستوما النفروبلاستوما والريتينوبلاستوما تمام نحكو عليهم بشوية تفاصيل in details شوية يعني. أوكي نعدو نبدو أول حاجة في النيروبلاستوما. طبعا نبيكم تعرفوا أن هي تجي في الأطفال الذكور أكثر شوية من أنها تجي أو من أعداد الأطفال البنات اللي تجي فيهن. أوكي عادة تضرب في الذكور أكثر من الإناث. تحديدا باش نقعدوا واضحين النيروبلاستوما شن نبي نحكو فيها نبي نحكو فيها على how much it is common او is it common كم نسبة شيوعها ما بين الأطفال تمام نبي نحكو على المكان اللي تجي فيه والأوريجن والأصل الخلية الأم اللي تعطي في النيروبلاستوما نبي نحكو على الجينيتكس الحاجات الجينية الأبنورمالتيز الجينية اللي نلقوهن في خلايا النيروبلاستوما نبي نحكو على الأعراض اللي يجي يشكي منها الطفل اللي عنده النيروبلاستوما نبي نحكو على كيف تنتشر كيف ينتشر سرطان النيروبلاستوما وبنحكو على شن نلقو تحت الميكروسكوب في سرطان النيروبلاستوما. بالنسبة لأول نقطة how much is it common نقدر نقوله إن النيروبلاستوما زي ما قلت لكم من بدري هي والنفروبلاستوما يعتبر الموست كومن أبدومينال مالجنانت تيومر في الأطفال الصغار تمام؟ لو نبي نحكو على الأطفال اللي أعمارهم سنتين أو أقل أكثر السرطانات الخبيثة اللي جن برا البرين برا الدماغ إكستراكرينيال تعتبر هي النيروبلاستوما الموست كومن سوليد إكستراكرينيال تيومر في الأطفال الصغار أصغر من سنتين في العمر هي النيروبلاستوما. أوكي ولو نبي نحكو على الأطفال اللي أعمارهم سنة 12 شهر أو أقل الموست كومن مالجنانت تيومر في الفئة العمرية سنة أو أقل هي النيروبلاستوما. ما تدوخش أرواحكم واجد بالكلام هذا أهم شيء أعرفوا أن النقطة الأولى تهيالي هي أهم نقطة اللي هي أن النفروبلاستوما والنيروبلاستوما هن الاثنين يعتبران الموست كومن مالجنانت أبدومينال تيومرز يجن في الأطفال الصغار. أوكي تمام هذا بالنسبة لي how much is it common ما بين الأطفال. تعالوا نحكوا على السايت والأوريجن متاحن. قبل ما نحكوا على السايت والأوريجن اللي جي منه النيروبلاستوما أو جي فيه النيروبلاستوما لازم نراجع شوية إمبريولوجي شوية هيك. الطفل لما يتكون في بطن أمه من الكازايغوت في البداية يبدأ الزايغوت هذا يتحول إلى ثلاث طبقات جنينية إكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم والطبقات الجنينية الثلاثة هذين يبدأ ينضجا ويعطن جسم الطفل بالكامل. أثناء نضوج الإندوديرم والميزوديرم والإكتوديرم حيتكون عندي توب حرفيا أهوه توب تيوب اسمه النيرال تيوب. النيرال تيوب هذا هو اللي حيتحول إلى البرين والسباينال كورد يعني هو اللي حيعطيني السنترال نيرفس سيستم. أوكي لو تلاحظوا في البداية تتكون عندي طبقة يعني كيف ما نقوله طبق مفتوح بالشكل هذا الطبق هذا يبدأ يلف على روحه لين ما يكون لي النيرال تيوب كيف ما أنتوا شايفين من فوق لعند لوطة هك. أوكي المهم النيرال تيوب هذا هو اللي حيتحول لي إلى البرين والسباينال كورد يعني حيعطيني السنترال نيرفس سيستم تمام. على أجناب النيرال تيوب أنا الزرق هنا اللي تحقوا فيه السماويات على أجناب النيرال تيوب عندي ستركشر اسمه النيرال كريست عندي ستركشر اسمه النيرال كريست. النيرال كريست هذا حينضج ويعطي عرم حاجات من ضمن الحاجات اللي حيعطيها النيرال كريست إنه هو حيعطي النيرونز اللي موجودات في البريفرال نيرفس سيستم
هو اللي حيعطي الجانجليا. الجانجليا اللي هن عبارة عن تجمع من الخلايا العصبية خارج السنترال نيرفس سيستم، يعني في البريفرال نيرفس سيستم. شن قصدي بالكلام هذا أنا؟ تعالوا شوفوا معايا، خلونا نفتحوا على صفحة بيضاء باش نفهمكم كويس. شاشة بيضاء، خلونا نمسحوا هذا كله. هذا البرين وهذا السباينال كورد، تمام؟ شوفوا معايا، ركزوا معايا. انتوا عارفين ان البارا سمباثاتيك والسمباثاتيك نيرفس سيستم هن الاثنين عندهن بري جانجليونيك نيرون. البري جانجليونيك نيرون تطلع منين؟ تطلع من السنترال نيرفس سيستم، يعني من البرين او السباينال كورد. تعدي البري جانجليونيك نيرون هذه تلحم في خلية عصبية أخرى موجودة خارج السنترال نيرفس سيستم. الخلية العصبية الأخرى هذه اسمها البوست جانجليونيك نيرون، أوكي؟ والخلية العصبية هذه هي اللي يطلع الأكسن متاعها ويمشي يغذي العضو اللي بيغذيه السمباثاتيك أو البارا سمباثاتيك هذا. يعني أي بارا سمباثاتيك أو سمباثاتيك يحتوي على بري جانجليونيك نيرون الأصل متاعها جاي من السنترال نيرفس سيستم ويحتوي على بوست جانجليونيك نيرون الأصل متاعها أو منشأها الأصلي أو مكانها الأصلي خارج السنترال نيرفس سيستم، تمام؟ النيرون هذه وهي اللي تعدي تغذي طول بعدها الأورغان اللي بتجيه الإشارة. البوست جانجليونيك نيرون وين قاعدات؟ قاعدات في تجمعات اسمهن الجانجليا. اسمهن شنو؟ الجانجليا، تمام؟ تو نحن في الإمبريولوجي قلنا إن النيرال تيوب هو اللي حيعطي البرين والسباينال كورد. بهيمانو اللي حيعطي الجانجليا؟ اللي حيعطي الجانجليا هن النيرال كريست اللي قلت لكم عليه من بدري. النيرال كريست اللي قلت لكم، لو تخيلوا إن هذا النيرال تيوب، قلت لكم إن النيرال كريست هن الخلايا الإمبريونية اللي قعدت على جانبي النيرال تيوب. النيرال كريست سيلز هذنا هن اللي حيعطن الجانجليا، تمام؟ يعطن الأوتونوميك جانجليا، أوكي؟ أفطموا معايا. قال لكم إن خلايا الإمبريو امتعات النيرال كريست، خلايا الإمبريو امتعات النيرال كريست اللي مفترض يتحولن إلى السمباثاتيك جانجليا، اللي المفترض يتحولن إلى السمباثاتيك جانجليا هن الخلايا الأم والأصل اللي حيطلع منهن سرطان النيروبلاستوما. الخلايا متعات النيرال كريست اللي موجودات على جانبي النيرال تيوب واللي مفترض ينضجن ويتحولن إلى السمباثاتيك جانجليا هن اللي مرات ما ينضجنش ويبقى منهن جزء يطلع منه سرطان اسمه نيروبلاستوما، أوكي؟ فسرطان النيروبلاستوما الأصل متاعه والمنشأ متاعه من خلايا النيرال كريست، خلايا الإمبريونية متعات النيرال كريست، تمام؟ الخلايا الإمبريونية امتعات النيرال كريست هنا اللي مفترض ينضجن ويتحولن إلى السمباثاتيك جانجليا، أوكي؟ فهذا بالنسبة للأوريجن والأصل امتاع سرطان النيروبلاستوما. الأوريجن امتاعه من خلايا النيرال كريست اللي مفترض يصير لهن ديفلوبمنت إلى السمباثاتيك جانجليا، أوكي؟ باهي. سؤال بس معلش، بما أنهن هن طلعات من خلايا النيرال كريست، معناها هذا هو ليش نحن سميناه الورم هذا نيرو بلاستوما، تمام؟ كلمة نيرو لأن أصله من خلايا النيرال كريست، وبلاستوما لأنه هو إمبريونال تيومر زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت. به إذا هو يبي يطلع من خلايا النيرال كريست اللي مفترض كان يتحول إلى سمباثاتيك جانجليا، معناها وين حيجي الورم هذا بالضبط؟ الورم حيجي في الأماكن اللي فيه السمباثاتيك جانجليا. الورم هذا نورمالي حيجي، أو مش نورمالي، هو باثولوجي، هو مرض هو. فالورم هذا حيجي في أماكن السمباثاتيك جانجليا، في الأماكن اللي مفترض يكون فيه السمباثاتيك جانجليا. لو تذكروا أو لو قرين كويس الأوتونوميك نيرفس سيستم، هذا البرين، هذا السباينال كورد. بالنسبة للسمباثاتيك يطلع من الثوراكو لمبر سيجمنت. البري جانجليونيك نيرون تكون موجودة في السباينال كورد، تطلع تعدي تلحم في البوست جانجليونيك نيرون، تمام؟ والبوست جانجليونيك نيرون يطلع منها الأكسن اللي يغذي في الأورغان.
التقاء البري جانجليونك نيرون بالبوست جانجليونك نيرون في السمباثاتيك نيرفس سيستم يصير في جانجليات قاعدات مترتبات فوق بعضهن في تشين أو في سلسلة اسمها بارا فيرتبرال أو بارا سباينال تشين، بارا فيرتبرال أو بارا سباينال سمباثاتيك تشين. يعني الجانجليا امتعات السمباثاتيك نيرفس سيستم مترتبات في سلسلة فوق بعضهن على جانبي العمود الفقري أو السباينال كورد. السرطان هذا بما أنه بيطلع من الخلايا اللي مفترض يتحول إلى سمباثاتيك جانجليا، معناها السرطان ممكن يجي في السمباثاتيك تشين زهنه، تمام. وكان تتذكروا في مجموعة من البري جانجليونيك سمباثاتيك نيرونز يطلعن ويمشن يخشن وين؟ يمشن يخشن للأدرينال جلاند ويديرن ساينابس مع البوست جانجليونيك نيرونز جوا الأدرينال ميدلا، تمام؟ والأدرينال ميدلا جواها البوست جانجليونيك نيرون حتفرز الأدرينالين والنور أدرينالين للدم طول. هذا هو ليش الأدرينال ميدلا يسموا فيها موديفايد بوست جانجليونيك أو موديفايد جانجليا. الأدرينال ميدلا تعتبر من الجانجليا متاعات السمباثاتيك نيرفس سيستم، لأن في بعض من البري جانجليونيك نيرونز يطلع من السباينال كورد يجن يلحمن في البوست جانجليونيك نيرون جوا الأدرينال ميدلا. فبما أن الأدرينال ميدلا حتى هي تعتبر مكان موجود فيه جانجليا تبعات للسمباثاتيك نيرفس سيستم، فحتى الأدرينال ميدلا مرات يجي فيها سرطان النيروبلاستوما، بل أصلا شائع أكثر أن يجي في الأدرينال ميدلا سرطان النيروبلاستوما، تمام؟ فزي ما قلنا أن سرطان النيروبلاستوما حيجي في الأماكن اللي المفترض يكون فيهن السمباثاتيك جانجليا، تمام؟ اللي هن البارا فيرتبرال سمباثاتيك تشينز أو جو الأدرينال ميدلا، لأن المكانين هذن هن الاثنين يعتبرن بارا أو سوري يعتبرن أماكن السمباثاتيك جانجليا، أوكي؟ والسمباثاتيك جانجليا ليش حيطلع فيهن السرطان؟ لأن السرطان أصله من خلايا النيرال كريست اللي مفترض يتحولن وينضجن ويعطن السمباثاتيك جانجليا هذينا. هذا بالنسبة للأصل متاعه والمكان متاعه اللي يجي فيه. ثاني حاجة أخرى نبي نحكو عليها في السرطان متاع النيروبلاستوما، نبي نحكو على الحاجات الجينية الأبنورمال اللي نلقوهن في السرطان هذا. يا جماعة ركزوا معايا، كان تتذكروا في الهيستولوجي في أيام أولى بشري، أي كروموزوم عبارة عن هيك بالشكل هذا. الكروموزوم عنده بي تشين اللي هي شورت تشين، تمام، وعنده كيو تشين اللي هي اللونج تشين. عنده كيو تشينز اللي هن اللونج تشينز، هنا هذه لونج تشين وهذه لونج تشين وهذه شورت تشين وهذه شورت تشين، او يسموا فيها بي تشين، تمام، او بي ارم. سوري يا جماعه معلش. بالنسبه لاي كروموزوم زي ما قلت لكم نلقوه بالشكل هو تركيبة الكروموزوم أو منظر الكروموزوم. الكروموزوم يتكون من arms أو أذرع صغيرة اسمهن short arms أو نسمو فيهن حتى ال p arms، ويتكون من أذرع كبيرة أهنة، الأذرع الكبيرة أهنة، هذن نسمو فيهن q arms الأذرع الكبيرة، تمام؟ أوكي. قال لك لو أنك أنت خضيت خلايا النيروبلاستوما وفحصت الجينات والكروموزومات والمادة الوراثية متاع خلايا الكانسر هذا، حتلقى عرم حاجات جينية أبنورمال. زي مثلا انك انت حتلقى الكروموزوم الاول محذوفة الشورت ارم متاعه. يعني لو خضيت خلايا النيروبلاستوما وفحصت الكروموزومات متاعات خلايا النيروبلاستوما، حتلقى ان الكروموزوم الاول قاعد بالشكل هو بالشكل هذا، الشورت ارم محذوفة من الكروموزوم الاول، تمام. الحاجه الاخرى الابنورمال اللي تلقاها فيه عندي بروتو اونكوجين، يعني جين طبيعي يخلي فيه خلايا النيرال كريست الطبيعيات ينضجن ويكبرن وينقسمن ويزيدن في اعدادهن. الجين هذا اسمه انابلاستيك ليمفوما كينيز جين، يختصروا فيه اي ال كي جين
أنابلاستيك ليمفوما كاينيز جين، عبارة عن بروتو أونكوجين، يعني جين طبيعي يخلي في الخلايا الإمبريونية متاعات النيرال كريست ينضجن، أو يعني يصير لهن انقسام بمعدل طبيعي وينقسمن، يحفزهن أنه ينقسمن وينضجن ويكبرن ويزيدن في أعدادهن باش يتطورن ويتحولن إلى السمباثاتيك جانجليا. تمام؟ الجين هذا لاحظوا أنه في أغلب حالات النيروبلاستوما حنلاحظوا أن الجين هذا صار له ميوتيشن، يعني انضرب وصار له ميوتيشن فتحول من بروتو أونكوجين إلى أونكوجين، يخلي في خلايا النيرال كريست ينمن بشكل سريع وعشوائي وأبنورمال، ويعطن سرطان النيروبلاستوما فحنلاحظوا الحاجة الأخرى الجينية الأبنورمال زي ما قلت لكم، أن نحن حنلقوا ميوتيشن للبروتو أونكوجين اللي اسمه أنابلاستيك ليمفوما كينيز جين، وتحول نتيجة الميوتيشن هذا إلى أونكوجين، إلى جين يخلي لي في خلايا النيرال كريست ينمن بشكل سريع وأبنورمال بيش يعطني سرطان اسمه النيروبلاستوما. تمام؟ كذلك في حاجة حكينا عليها المحاضرة اللي فاتت في أنواع الدي ان اي دامج، حنلقى أن في بروتو أونكوجين برضو اسمه NMYC تم إنتاج عرم نسخ منه في خلايا كانسر النيروبلاستوما. فلما البروتو أونكوجين هذا قعد أنتجنا عرم نسخ منه، درنا له دبليكيشن، قعد مثلا بدل ما يخلي الخلية تنقسم مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، بعد ما أنتجنا منه 100 نسخة جديدة مثلا، قعد يخلي في الخلية تنقسم 300 أو 200 مرة في اليوم، وهكي خلايا النيرال كريستس لما قعد يعطي فيهن أمر أنه ينقسمن بالكمية الهائلة هذه، خلايا النيرال كريستس طلع لي سرطان اسمه النيروبلاستوما. فعرم حاجات جينية أبنورمال حنلقاهن داخل خلايا سرطان النيروبلاستوما، حنلقى أن في الكروموزوم الأول الشورت آرم البي آرم محذوفة، حنلقى أن الأنابلاستيك ليمفوما كينيز جين مضروب ومتحول من بروتو أونكوجين إلى أونكوجين، وحنلقى أن صار في إنتاج لعرم نسخ جديدة من البروتو أونكوجين اللي اسمه NMYC، يعني صار له دبليكيشن أو أمبليفيكيشن، تضخم يعني. أوكي؟ وعادة النيروبلاستوما الجينات المضروبة اللي حيسببا في حدوث سرطان النيروبلاستوما، عادة لو تم وراثتهن من الأب أو الأم حيكون نظام الوراثة فيهن أوتوزومال دومينانت. يعني لو أنك أنت ضربت الليل لو أنك أنت ورثت الليل واحد مضروب من الأب أو الأم، الليل المضروب هذا يسبب لك في حدوث النيروبلاستوما، الليل واحد فقط يكفي أن السرطان يصير عندك، لأن نظام الوراثة في الأليلات المضروبة هذين أوتوزومال دومينانت. يعني حتى لو تلاقى مع الليل سليم، الليل المضروب حيعبر على روحه وحيسبب لك في حدوث النيروبلاستوما داخل جسمك. أوكي؟ في معلومة نبي نقولوها بس، أن مش كل الجيناتيك أبنورمالتيز هذين تلقاهن في كل حالات النيروبلاستوما. مرات بعض الحالات تلقى فيهن الديليشن متاع الشورت آرم فقط، مرات بعض الحالات تلقى فيهن الأمبليفيكيشن متاع NMYC فقط، مرات بعض الحالات تلقى فيهن ميوتيشن للأنابلاستيك ليمفوما كينيز فقط، يعني مش كل الثلاثة تلقاهن في أي حالة متاع نيروبلاستوما. أوكي؟ وبناء على الشيء هذا حنقول الكلام اللي توه، الجو إنه أغلب سرطانات النيروبلاستوما اللي فعلاً فيهن دبليكيشن للNMYC جين، لقوا أن الحالات هذن حالات ميؤوسة منهن في النهاية، وغالباً الطفل في النهاية حيموت منهن، يعني حيكون في منهن بور بروغنوسيس. ولقوا كذلك أن حالات النيروبلاستوما اللي يكونن ضمن عائلات عندهن family history للمرض، يعني ضمن حالات familial، يعني الطفل اللي يجيه نيروبلاستوما ويكون الطفل هذا عائلته الأب والجد وأب الجد وجد الجد حتى هم سابقا قعدوا يعانوا من عانوا سابقا من النيروبلاستوما، يعني النيروبلاستوما اللي تجي لطفل الأهل متاعها أو العائلة متاعها عندها family history من الإصابة بالسرطان هذا، عادة حتى هي يكون البروغنوسز متاعها بور، يعني فرصة نجاة الطفل منها حتكون ضعيفة. أوكي؟
هذا بالنسبة لبعض الجينيتك أبنورمالتيز الخاصة بسرطان النيروبلاستوما، وحكينا على السايت والأوريجين متاعها وهاو ماتش it is common. توه حنحكوا على انتشاره والحاجات اللي نشوفوهن فيه تحت الميكروسكوب والسيمتمز، الأعراض اللي جينا الطفل يشكي منهن. بالنسبة للأعراض اللي جينا الطفل يشكي منهن، أول حاجة الطفل يجي يشكي من abdominal mast، هذه most common presenting sign، هذه أكثر علامة الأطفال المصابين بالسرطان يجو واضحة فيهم، تمام؟ abdominal mast، كتلة في بطنة قاعدة بارزة، تمام؟ الحاجة الأخرى، لاحظوا أن سرطان النيروبلاستوما يفرز في مواد inflammatory، يفرز في cytokines، فحيدير لي علامات زي العلامات اللي نلقاهن في زي systemic signs متاعت الانفلاميشن، نلقى فيه weight loss، نلقى فيه fever وغيرها من العلامات، نفس العلامات اللي نلقاهن في الانفلاميشن. ليش صارن؟ لأن السرطان قاعد يفرز في مواد زي المواد متاعت الانفلاميشن اللي هن cytokines. الحاجة الأخرى، مش نحنا قلنا إن السرطان يطلع في السمباثاتيك جانجليا؟ يعني مرات السرطان يطلع في السوبيريور سيرفايكال جانجليا، سوري، يطلع في السيرفايكال جانجليا اللي وفرا في السمباثاتيك سبلاي للهيد النك. لو السرطان دمر لي السمباثاتيك جانجليا امتعت السيرفايكال ريجن، يعني حيقطع لي السمباثاتيك سبلاي على الهيد النك. شن اسم هالسندروم اللي يصير فيها ان السمباثاتيك سبلاي على الهيد النك ينقطع؟ اسمها هورنر سندروم لو تذكروها، واللي حيصير فيها كالتالي، لان السمباثاتيك نيرفس سيستم هو اللي كان يعطي في امر للمولر مصل ان هي ترفع جفن العين فوق، توا جفن العين يقعد تقريبا طايح لوطة، توسز نسمو فيها هذه، لان السمباثاتيك نيرفس سيستم هو اللي كان يأمر السويت جلاند في الهيد النك انه يبدا ينتجن في سويت بشي يطلع عن العرق على الفيس والنك، توا لان السمباثاتيك انقطع معش حيصير في اي انتاج للعرق في الهيد النك، ويقعد ديما في جفاف، معش في اي عرق في الهيد النك في منطقه الهيد النك، وهذه نسمو فيها ان هيدروسز. هيدروسز يعني ميه، وان يعني ما فيش سويتينج. الحاجه الاخرى، لان السمباثاتيك نيرفس سيستم هو اللي كان يامر في البيوبل انها تتوسع علشان يصير مدرياسز، توا لأن السمباثاتيك انقطع حتقعد البيوبل ديما كونستريكتد، ضيقة، ديما حيقعد فيه ميوسز، كذلك حيصير فيه نوع من دخول العين جوا الأوربت، دخول كرة العين إلى جوا إلى إلى جوا الأوربت، بدل ما تكون العين قاعدة في مكانها الطبيعي تقعد بينه وكأنها خاشة جوا، هذه يسموا فيها إينو فثالموس. فثالموس معناها عين، وإينو معناها جوة، على عكس إكزو فثالموس معناها بروز العين البرة. في الهورنر سندروم حنلقوا إينو فثالموس. أوكي؟ تمام. فبالنسبة يا دكاترة لقصة الهورنر سندروم، لأن السرطان يجي في السمباثاتيك جانجليا، مرات يدمر لي السمباثاتيك جانجليا. لو تدمرن السيرفايكال جانجليا اللي هن اول ثلاثه جانجليا في السمباثاتيك تشينز، حينقطع السمباثاتيك سبلاي على الهيد النك، وحيطلع عندي مجموعه من الاعراض نسمي فيهن مع بعضهن هورنر سيندروم. فمرات الطفل يجي عنده اعراض الهورنر سيندروم، لما نفحص له السمباثاتيك جانجليا متاعتها نلقى انهن متدمرات وما يخدمنش لان فيهن كانسر النيرو بلاستوما. كذلك في أعراض مرات يصيرا نتيجة انتشار السرطان الخبيث هذا والميتاستاسيز متاعه من مكانه الأصلي إلى مكان آخر، وبدأ يعطيني أعراض في مكان آخر. طبعا يجدر التنبيه إلى أن السرطان هذا ينتشر مرات عن طريق البلد عادي وعن طريق الليمفاتكس، وكذلك ينتشر انتشار محلي دايركت، ينتشر إلى الأماكن المحيطة به. الكانسر هذا مرات ينتشر للبون، لما ينتشر للبون يبدأ يكسر لي ويدقدق لي في البون، فيقعد البونز ديما الطفل يعاني من ألم رهيب فيهن، وكذلك البونز متاعت الطفل هذا مرات يتكسرن بسهولة. السرطان هذا مرات ينتشر للبون متاع السكال الجمجمة، فلما يقعد يدقدق لي في البون متاع الجمجمة مرات الطفل يصير له فراكتشر في السكال، في البيز متاع السكال في قاعدة الجمجمة،
وديما لما أي لأي سبب كان أي إنسان يعاني من كسر في قاعدة الجمجمة، الكسر هذا حيدير لي نوع من أنواع النزيف، نوع من أنواع النزيف يقعد الدم يطلع من عند البيز أوف ذا سكال هذه، يطق لعند السكن اللي حوالين العين، ويقعد الدم يجمع في السكن حوالين العين هن، ويدير لي نوع من أنواع النزيف في الجلد متاع السكن اللي حوالين العين، اسمه بيري أوربيتال. بيري أوربيتال يعني حوالين العين إيكيموسز. إيكيموسز خذيناها في كورس الهيمودايناميك لما حكينا على الهيموريج، وقلت لكم هو نوع من السبكيوتينس هيموريج، دم قاعد متجمع تحت السكن. هذه نسموا فيها مرات يا بيتيكيا يا إيكيموسز يا بروز، على حسب قطر البقعة الدموية هذه. فالبقعة الدموية هذه القطر متاعها يخلينا نسموها إيكيموسز، وهي بيري أوربيتال لأن قاعدة حوالين العين. شنو سبب النزيف هذا؟ سبب النزيف هذا كسر في قاعدة الجمجمة. وليش الكسر صار في قاعدة الجمجمة هذا؟ لأن السرطان الخبيث متاع النيروبلاستوما انتشر للعظم متاع الجمجمة وبدأ يكسر لي في العظم متاع الجمجمة، فيصير عند الأطفال هضمة easily بشكل بسيط، أو يعني بسرعة يصير لهم مرات fracture في البيز اوف ذا سكال، ويصير نتيجه له نزيف حوالين العين بيري اوربيتال ايكيموسز. الشكل هذا شبهوه بالعيون امتعات حيوان الراكون، فيسموا فيها راكون اي ابييرنس، حيوان الراكون هو كيف ما تشوفوا، لان حوالين عيونه يكون فيه لون اسود، فشبهوا النزيف هذا اللي يصير في الفراكتشر اوف ذا بيز اوف ذا سكال بالراكون اي، فسموه راكون اي ابييرنس. أوكي، فممكن نتيجة انتشار الكانسر إلى العظم إن الطفل يقعد يشكي من ألم رهيب في العظام متاعاته، أو يشكي من fractures زي مثلاً fracture of base of the skull اللي يكون معاها بيري أوربيتال إيكيموسز، واللي تدير لي في منظر في العيون نسمو فيه raccoon eye appearance. كذلك قلتها لكم المحاضرة اللي فاتت، لما الكانسر الخبيث ينتشر للعظم حيكسر لي العظم ونخاع العظم اللي جوه. لما البون مارو يتكسر ويخرب حتى هو، لا عاد يكون عندي RBCs ولا عاد حيكون عندي WBCs ولا عاد حيكون عندي بليتلت، حيكون عندي أنيميا وثرومبوسيتوبينيا واليوكوبينيا وأعراضهن طبعا. تمام، الكانسر هذا النيروبلاستوما كذلك مرات ينتشر إلى اللنجز. تمام، ولما يخش لي على اللنجز الطفل مرات يجي يشكي من أعراض صعوبة في التنفس. تمام، كذلك سرطان النيروبلاستوما مرات يطلع من الأدرينال ميدلا أو الباراسمباثيتك جانجليا اللي قاعدات على أجناب العمود الفقري، ومرات ينتشر بشكل مباشر ويخترق العمود الفقري والسباينال كورد، فيضرب لي السباينال كورد أصلا، مرات ينتشر لي إلى ويضرب لي السباينال كورد. ولما السباينال كورد ينضرب، السباينال كورد هو اللي فيه الموتر نيرونز اللي عدن يغذن في السكليتال ماسلز، لما يتدمرن الموتر نيرونز هذنا السكليتال ماسلز كيف اللي يصير لهن ويكنس او حتى ينشلن بالكامل. السباينال كورد كذلك هو المكان اللي يطلع منه الاوتونوميك نيرف فايبرز اللي يمشن يغضن في الكولن والانتستين، ويغضن كذلك في اليورينري بلادر. لما ينضربن الاعصاب هذينا لما ينضرب المنشا متاع الاعصاب هذينا، الباول الانتستين يعني واليورينري بلادر معش في من يأمرهن أن يتحركن أو يخدمن، وبالتالي حتى هن يصير فيهن ويكنس. فالكلام اللي شايفينه في الشريحة هذه قدامكم كله ممكن يكون أعراض أو علامات يجي يشكي منهن الطفل اللي عنده نيروبلاستوما، يشكي من كتلة في بطنه، يشكي من علامات الإنفلاميشن، يشكي من الهورنر سندروم، يشكي من آلام وتكسرات وفراكتشرز في البونز متاعاتها، يشكي من انخفاض في مستوى خلايا الدم متاعاتها بالكامل، يشكي من مشكلة في التنفس، يشكي من مشكلة عصبية نيرولوجيكال زي مصل ويكنس أو البلادر ويكنس أو الباول ويكنس. أوكي؟ آخر حاجة نعرفوها شنو نحقه تحت الميكروسكوب في سرطان النيروبلاستوما. تمام؟ في البداية بما أنه هو السرطان هذا طالع من خلايا إمبريونية،
الخلايا الإمبريونية هذن شن اسمهن؟ خلايا النيرال كريست الإمبريونية، فاسمهن نيرو بلاست، وهذا هو ليش السرطان سموه على اسم الخلايا هذن نيرو بلاستوما، لأنه هو طالع من خلايا إمبريونية اسمهن نيرو بلاست. هذين هن الخلايا اللي حنشوفهن تحت الميكروسكوب، حنشوفهن عبارة عن خلايا يونيفورم، يعني تقريبا يشبهن بعضهن. الخلايا هذن حتكون عندهن أنوية كبيرة وداكنة كيف ما أنتم شايفين، هايبر كروماتيك نيوكلياي، وكمية السيتوبلازم متاحن كيف ما أنتم شايفين حتكون كمية سكانتي قليلة يعني. أوكي، في عالم باثولوجي، علم أمراض يعني، باثولوجيست اسمه جيمس هومر رايت، العالم هذا لما كان يدرس من زمان، يدرس في سرطانات النيروبلاستوما، لاحظ ان خلايا النيروبلاستوما، خلايا النيروبلاست يعني الخلايا الاندفرنشييتد، الخلايا الإمبريونية هذن، لاحظ ان هن في السرطان هذا يجمع مع بعضهن ويديرن حلقات. الحلقات هذن كيف الاوراق اللي يجمع عن حوالين السنتر متاع الوردة، والأوراق هذن اللي يتجمع عن حوالين السنتر متاع الوردة يسموا فيها الروزات، التجمع هذا لما يكون فيه حاجات مجمعات حوالين سنتر، التجمع هذا يسموا فيه الروزات. تمام، فالمهم يعني العالم هذا اللي اسمه جيمس هومر رايت لاحظ ان خلايا النيروبلاست هذن في سرطان النيروبلاستوما، لاحظ انهن يتجمعن مع بعضهن حوالين سنتر ويكونن في روزات مع بعضهن حوالين سنتر، فسمى الروزات هذه على اسمه هومر رايت روزات، يعني تجمع الخلايا اللي سماه على اسمه هومر رايت روزات. تمام، ففي سرطان النيروبلاستوما مميز لنا ان نحن نلقوا ان خلايا النيروبلاستس هذن مجمعات وديرات روزات اسمهن على اسم العالم اللي اكتشفهن هومر رايت روزات. تمام، ولاحظ العالم هذا ان خلايا النيروبلاستس هذن كيف اللي يطلع منهن بروجكشنز او يطلع منهن اكستنشنز، يكون الموجودات الاكستنشنز هذن او الامتدادات هذن يكون الموجودات في السنتر متاع الروزات، في وسط الروزات، والاكستنشنز هذن لاحظ هو انهن ينصبغن بالصبغات الحميضيه ايزينوفيلك. شن سماه السنتر هذا؟ سماه نيروبيل افطنو، نيروبيل وليس نيوتروفيل. النيوتروفيل هذه خليه من خلايا الدم البيضاء. النيروبيل هذا الاسم اللي فضل العالم هذا انه هو يطلقه على السنتر متاع الروزات هذه اللي نلقاها، نلقى خلايا النيروبلاستوما ديراتها في السرطان هذا. تمام، فتحت الميكروسكوب في سرطان النيروبلاستوما حنلقى خلايا النيروبلاست، تمام، منتظمات هايبر كروماتيك نيوكلياي متعاتن داكنات وكبيرات، السيتوبلازم قليل، مجمعات وديرات حلقات اسمهن هومر رايت روزيتس، مجمعات حوالين سنتر اسمه نيوروبيل. وهذا بالنسبة للكلام اللي يهمني على سرطان النيروبلاستوما. نعدوا للسرطان اللي بعده توا. على فكرة حطيت لكم حاجة بيش تفهموا شن معنى كلمة روزات. روزات يا جماعة في الباثولوجي معناها ان الخلايا دايرات كيف الجروبات، كيف الاسيني، كيف الايلاند، مجمعات حوالين سنتر، هذه معنى كلمة روزات في الباثولوجي، الخلايا مجمعات ودايرات حلقة حوالين سنتر، السنتر هذا يا يكون فاضي يا يكون معبي بحاجات معينة. مرات مثلا في الهومر رايت روزات اللي حنلقاها في سرطان النيروبلاستوما يكون خلايا الكانسر متاع النيروبلاستوما مجمعات حوالين النيوروبيل اللي هو عبارة عن extensions طلعت من خلايا الكانسر هذا. مرات في سرطانات أخرى نلقى أن خلايا السرطان مجمعات حوالين سنتر يحتوي على blood vessels، هذين نسمو فيهن بيريفاسكولار سودو روزات. بيريفاسكولار صدروزات يعني تجمعات حوالين البلد فيزلز، بيري فاسكولار. تمام،
وهكذا في عرم روزيتس حيمر علينا في الباثولوجي بعدين إن شاء الله في الكورس هذا حتمر علينا روزيت أخرى في آخر سرطان نحكو عليه السرطان اللي طالع من شبكية العين الريتينوبلاستوما حنحكو على الفليكسنر وينتر ستينر روزيت حنحكو عليها في الريتينوبلاستوما بعدين تمام وحكينا على الهومورايت روزيت اللي نلقوها وين اللي نلقوها في سرطان النيروبلاستوما نلقوها في سرطان النيروبلاستوما تمام اوكي شوفوا معايا يا جماعة الخير توا نبخشوا على السرطان الخبيث الإمبريونال اللي يطلع عند الأطفال الصغار من الكدني متاعتهم تمام نيفروبلاستوما أو على اسم العالم اللي اكتشفه ويلمز تيومر الحمد لله رب العالمين إن السرطان هذا يعتبر من أنجح الأمثلة ومن أشهر القصص الناجحة في علاج سرطانات الأطفال نسبة النجاة ونسبة العلاج والتشافي التام من السرطان الخبيث هذا توصل لعند 85% يعني من أصل كل 100 طفل حيصابوا بالسرطان الخبيث هذا 85% منهم حيتعالجوا وحيعيشوا بقية حياتهم متعافين من المرض هذا من السرطان هذا تمام فيعتبر واحد من أكثر السرطانات الخبيثة الكيوربل يعني قابلات لشنو قابلات للعلاج نقدر نعالجوهن بسهولة سرطان الخبيث اللي اسمه نيفروبلاستوما المهم النيفروبلاستوما سرطان خبيث إمبريونال حتى هو بلاستوما يطلع في الكدني عند الأطفال الصغار زي ما قلت لكم وهنا على عكس النيوروبلاستوما مش حيكون في فرق ما بين نسبة إصابة الذكور والإناث حيكونوا هم الاثنين متساويين يعني غالباً النيفروبلاستوما حتصير ليش؟ النيفروبلاستوما غالباً حتصير نتيجة طفرات ميوتيشنز في الجينات المسؤولة عن تكوين عن الديفلوبمنت متاع اليورينري سيستم والجينيتال سيستم تمام؟ غالباً النيفروبلاستوما حتصير مش ديما ولكن غالباً النيفروبلاستوما أو سرطان الويلمز تيومر حنلقاه صاير عند الأطفال اللي عندهم طفرات في الجينات المسؤولة عن نضوج وتكوين اليورينري سيستم والجينيتال سيستم الجينات هذن اللي هن وين قاعدات؟ قاعدات غالباً على الكروموزوم رقم 11 على الشورت آرم وليس اللونج آرم مش الكيو آرم بل البي آرم تمام؟ على الريجن رقم 1 الباند رقم 3 تمام؟ لما ينضربن الجينات الموجودات في المنطقة هذه والمسؤولات عن اليورينري organs والديفلوبمنت متاعهن والمسؤولة برضو عن الديفلوبمنت متاع الجينيتال organs حيصيرن عندي syndromes يعني أمراض فيهن عدة أعراض أو فيهن عدة complications من ضمن الcomplications هذن إن الطفل يطلع لشنو يطلع لورم في الكدني متاعه اسمه نيفروبلاستوما أو ويلمز تيومر ناخذ أمثلة على syndromes هذن على سبيل المثال ونحن حناخذ 3 syndromes خطرها هن الثلاثة يكون الطفل فيهن معرض إنه يصاب بالنيفروبلاستوما نبدو في أول سندروم السندروم الأولى اسمها واجر سندروم وسموها واجر لأن فيها 4 أعراض أو فيها 4 حاجات حيصيراً كل حاجة خذوا منها حرف فسموا السندروم على اسم الأعراض اللي يصيراً فيها واجر سندروم تو نشرح لكم شن معناها المهم الواجر سندروم شن يصير فيها السندروم هذه؟ السندروم هذه زي ما قلت لكم عند الكروموزوم رقم 11 زي ما قلت لكم من بدري فيه جين اسمه ويلمز تيومر 1 جين وفي جين اسمه BAX6 جين الجينين هذن حينحذفن في السندروم هذه الطفل اللي يعاني من السندروم هذه الجينين هذن محذوفات عنده تمام شن حيصير الويلمز تيومر 1 جين لما ينحذف لما يصير له ديليشن تمام حيصير عندي ابنورماليتي في نمو الخلايا في الكدني فالخلايا متاعت الكدني الجنينية يبدأ يتكاثر بشكل سريع ويطلع منهن الورم اللي اسمه الويلمز تيومر تمام كذلك الجين هذا كان مسؤول عن تنمية وتطوير الأورغانز الموجودات في الجينيتال واليورينري سيستم زي ما قلنا
فلما ينضرب الجين هذا الأورغنز متاعات اليورينري سيستم والأورغنز متاعات الجينيتال سيستم عند الطفل هذا مش حيتكون بشكل كويس، بل حيصير فيه تشوهات malformations، حيتشوهن الجينيتال واليورينري أورغنز متاعاته. تمام؟ به كذلك الباكس 6 جين هذا كان مسؤول عن تكوين الايرس متاع العين، تكوين الجزء اللي يعطي فيه لون العين. فالجين هذا لما ينضرب وينحذف حتى هو الايرس اللي هي الجزء الملون من العين مش حتقعد موجودة عند الطفل هذا، مش حتتكون، حيصير لحاجة اسمها ان ايريديا، لا وجودة ان للايرس، ايريديا absence of the iris، العين متاعه ماشي يقعد فيها iris، يعني ماشي يقعد فيه لميوسز لمدرياسز، خلاص كل الضي قاعد يخش بكمية كبيرة جوا عينه، لأن ما فيش حاجة تمنع دخول الضي إلى العين، توا الiris مش موجودة، ما تكونتش، لأن الجين اللي كان مسؤول عن تكوينها محذوف في السندروم هذه. كذلك نتيجة حذفة الجين هذا البرين حيصير فيه ريتارديشن، يقعد الطفل هذا غبي أو معاق ذهنيا نوعا ما. تمام؟ أفطنوا شن صار عند الطفل هذا في السندروم هذه؟ صار عنده ويلمز تيومر، يعني طلعت له نفروبلاستوما في الكدني متاعه، صار عنده تشوهات في الأعضاء التناسلية والبولية عنده، يعني صار عنده آن أيريديا، عدم تكون للآيرس كيف ما أنتم شايفين، كذلك صار عنده منتال ريتارديشن، تخلف عقلي. W من ويلمز، جينيتو جي من الجينيتو يورينري مالفورميشن، حرف الاي من الان ايريديا، حرف الار من المنتال ريتارديشن، بناء على الحروف الاربعه هذنا سموا السندروم هذه واغر سندروم. فهذه وحده من السندرومات اللي ممكن تصير نتيجه جينيتك ابنورماليتي. والسندروم هذه وحده من الحاجات اللي يصيرن فيها ان الطفل يصاب بالويلمز تيومر أو ما يسمى بالنفروبلاستوما. في تو سندرومز أخرى حنخذوهن تصير فيهن النفروبلاستوما. السندروم الثانية اللي حنخذوها اللي هي الدينيس دراش سندروم. الدينيس دراش سندروم هذه تصير فقط نتيجة حذفة WT1 جين أو الويلمز تيومر 1 جين. هنا مش حينحذف الباكس 6 جين، بل حينحذف فقط WT1 اللي هو الويلمز تيومر 1 جين. فلما ينحذف الجين هذا حيصير عندي خلل في نمو الخلايا الإمبريونية متاعات الكدني، ويقعد أن ينمن بمعدل سريع أبنورمال، ويعطن الورم اللي طالع من الخلايا الإمبريونية اللي هو اسمه النفروبلاستوما أو الويلمز تيومر. تمام؟ كذلك هنا حيصير عندي خلل في الجلوميرولاي متاعات الكدني، حيصير عندي خلل في الجلوميرولاي متاعات الكدني. عارفين شنو الخلل اللي حيصير هنا؟ المزنجيال سيلز متاعات الجلوميرولاي كيف اللي حيصلبن، حيصير لهن سكليروسز وتصلب. المهم المزنجيال سيلز هذن لما يصير لهن سكليروسز والجلوميرولاس تخرب، تقعد الجلوميرولاس تفلتر في بروتينات البلازما وتطلع فيهن مع اليورين بكمية كبيرة. شن اسمها السندروم اللي يقعد فيها الإنسان يخسر في بروتيناته مع اليورين؟ السندروم هذه اسمها نيفروتيك سندروم، نيفروتيك سندروم. فالطفل هنا نتيجة حذفة الـ WT1 جين، واللي قلنا بدري إنه هو فعلا كان مسؤول عن نضوج اليورينري سيستمز زي الكدني وغيرها، لما ينضرب الـ WT1 جين هذا بروحه في السندروم الثانية في الدينيس دراش سندروم، حنلقى إن الكدني خلايا أو الجلوميرولاي فيها صار فيهن أبنورمالتيز، وبدني فلتراً في بروتينات البلازما بكمية كبيرة مع اليورين، ويقعد الطفل مصاب بالنفروتيك سندروم وتصير له ماسيف بروتين يوريا. الحاجة الأخرى برضو لأن الـ WT1 جين هنا انضرب، واللي قلنا عليه إنه هو مسؤول عن تكوين الأعضاء التناسلية الجينيتال أورغانز، الطفل في السندروم الثاني الدينيس دراش سندروم نتيجة أن الـ WT1 انضرب عنده برضو، حيصير عنده خلل في تكون الأعضاء التناسلية امتعاته، حيطلع عنده الأعضاء التناسلية امتعات الأنثى والأعضاء التناسلية امتعات الذكر عنده مع بعضهن، يقعد الطفل هذا باين كأنه خنثى من برا، عنده كأنه عنده الفجاينة والبينس مع بعضهن،
وجود الأعضاء التناسلية متاع الميل والفيميل مع بعضهن في نفس الجسم يسموا فيها سودو هيرمافرو ديتزم، يسموا فيها سودو هيرمافرو ديتزم. أوكي؟ ليش يسموا فيها سودو مش ترو؟ تو هي حتكون ترو لو كان هو فعلا يعني ما التركيبة الجينية متاعها ما تكونش واضحة هل هو ميل أو فيميل، لكن في الحالة هذه، في الحالة هذه بالذات حتكون سودو هيرمافروديتزم، لأن هو حيكون خلايا الطفل ميل لو نبحثولها نلقوهن إكس واي، لكن لما نجو للجينيتال أورغنز متاعتها نلقو إن في عنده كيف البينس وكيف الفيجاينا برضو متكونة عنده، هذه يسموا فيها سودو هيرمافروديتزم. المهم يعني نلقو عنده أبنورمالتيز في تكوين الجينيتال أورغنز متاعتها، تمام؟ نتيجة برضو زي ما قلنا إن WT1 جين حيكون محذوف في السندروم هذه، وقلنا بدري إن WT1 جين هو اللي كان مسؤول عن نضوج وتكوين اليورينري والجينيتال أورغنز. فلما ينضرب يطلع عن عندي أبنورمالتيز في اليورينري سيستم كيف النفروتيك سندروم والبروتين يوريا نتيجة لها، وكذلك يطلع عن عندي أبنورمالتيز في الجينيتال أورغنز كيف إن الإنسان أو الطفل الذكر الميل المصاب بالسندروم هذه يكون عنده خليط من الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية اللي هي نسمو فيها سودو هيرمافروديتزم. أوكي؟ كذلك في السندروم هذه ما حكيناش عليها توا إلا لأن الطفل برضو مرات يكون عنده فرصة يطلع في الكدني متاعه سرطان الولمز تيومر اللي هو اسمه النفروبلاستوما. في السندروم هذه برضو الكروموزوم، في الكروموزوم الـ11 WT1 جين كان انضرب وانحذف بالكامل. أوكي؟ في سندروم أخرى برضو يصير فيها مجموعة من الأعراض من ضمنهن إن الطفل مرات يطلع له ولمز تيومر. شن اسمها السندروم هذه؟ اسمها بيك وذ ويدمان سندروم، اسمها بيك وذ ويدمان سندروم. شن يصير في السندروم هذه؟ في السندروم هذه على عكس السندروم الأولى والثانية، في السندروم هذه الولمز تيومر جين رقم 2 هو اللي معش يقعد يخدم، تمام؟ ليش معش يقعد يخدم؟ بس حتى هو موجود على الكروموزوم 11، يعني المشترك ما بين السندرومات الثلاثة سواء الواغر سندروم سواء البيك وذ ويدمان سندروم سواء السندروم الثاني اللي حكينا عليها بدري، هن الثلاثة المشترك ما بيناتهن إن الجينات المضروبة حيكون عند الكروموزوم 11، لكن في السندروم الأولى في الواغر سندروم الجين اللي انضرب واللي خسرناه هو الويلمز تيومر 1 جين وكذلك الباك 6 جين. في السندروم الثانية الجين اللي خسرناه وانضرب، يعني في الدنيس دراش سندروم الجين اللي خسرناه والانضرب هو الويلمز تيومر 1 جين فقط على الكروموزوم رقم 11، بينما في السندروم الثالثة والأخيرة حنلقوا ان الويلمز تيومر جين الثاني هو اللي انضرب على الكروموزوم برضو رقم 11. شي نصير في السندروم الأخيرة هذه البيك وذ ويدمان سندروم؟ أول حاجة ما حكيناش عليها مع الموضوع هذا إلا لأن الطفل فيها مرات يطلع له نفروبلاستوما والمزجيومر في الكدني متاعه. كذلك الطفل المصاب بالسندروم هذه يكون عنده ماكرو كبر جلوسيا تونغ، يكون عنده تونغ متاعه لسان متاعه كبير ومسخط، تمام؟ الأورغانز متاع جسمه يصير فيه تضخم ميغالي، أورغانو أورغانز ميغالي يعني تضخم. الحاجة الأخرى الطفل هذا يكون عنده هايبرتروفي، تضخم في جزء واحد من جسمه، هيمي في نصف واحد من جسمه، كيف ما أنتم شايفين مثلا في الرسمة هذه الجانب هذا أو الكراع هذه صير لها هايبرتروفي بينما الكراع هذه نورمال ما زالت صغيرة، الكراع هذه نورمال والكراع هذه كبيرة، جانب واحد هيمي نصف واحد من جسمه يصير له هايبرتروفي فاسمها هيمي هايبرتروفي. كيف الشلل النصفي اللي يكون يا يمين يا يسار مش اسمه هيمي بليجيا، كلمة هيمي معناها نصف، فالطفل المصاب بالسندروم هذه نصف واحد من جسمه يا نصف الأيمن يا نصف الأيسر يضخم فاسمها هيمي هايبرتروفي. كذلك الطفل هذا عند السرة متاعه عند الأمبلايكس متاعه مرات يطلع عن الانتستن من جوا جسمه ويطلع عن مغلفات بالبيريتونيوم، هذه نسمو فيها أمفالوسيل، نسمو فيها أمفالوسيل.
الابنورمالتيز هذين كلهن الماكروغلوسيا والاورجانوميجالي والانفالوسيل والهيمي هايبرتروفي والولمز تيومر كلهن اعراض او حاجات مرات يصاب بهن الطفل اللي صاير له البيكوث ويدمان سندروم. والسندروم هذه صارت نتيجة شنو؟ نتيجة ان نحن خسرنا وظيفة الولمز تيومر جين الثاني اللي هو قاعد على الكروموزوم رقم 11. في حاجة بس انا نبي نوضحها لكم هنا ما تغصوش فيها واجد، مجرد اعرفوها ان في السندروم الاولى الولمز تيومر 1 جين والباكس 6 جين خسرناهن هن الاثنين لان انحذفا معش قاعدا موجودات اصلا، خسرناهن بالكامل صار لهن ديليشن. كذلك في الدينيس دراش سندروم الولمز تيومر جين الاول خسرناه لان انحذف صار له ديليشن، لكن في البيكوث ويدمان سندروم الولمز تيومر جين الثاني ما خسرناش الوظيفة متاعه لأن صار له ديليشن، بل لأن صار له جيناتيك امبرنتينج. شو معناها كلمة جيناتيك امبرنتينج؟ يعني أن خلايا الكدني اللي عند الطفل معش قعدن يعبرن على الدبليو تي 1 جين، يحقن فيه طبيعي وسليم ولازم يخلنه يخدم على حاله بيش السندروم هذه ما تصيرش، لكن الجينات هكي او الخلايا متاعت الكدني هكي من عندهن معش قعدن يخلن في الجين هذا يعبر على روحه. هذه اسمها جيناتيكلي امبرنتد جينز، الجينات اللي ما فيهنش اي مشكله، مش مخصورات طبيعيات قعدات لكن ما يخدمنش، ما يصير لهنش اكسبريشن. تمام، يعني اللي بنوصلها لكم الفكره بس ان في السندروم الثالثه هذه الدبليو تي 2 جين، الدبليو تي 2 جين ما خسرناهش، راه ما صارلاش ديليشن لكن برضو قاعد ما يخدمش، ولذلك لان الفانكشن بتاعه مش موجوده صارت السندروم هذه وصارن الاعراض هذين كلهن. تمام، هذا بالنسبه للسندرومات الثلاثه اللي لما يضربن الطفل ويصيرن في الطفل نتيجة الطفرات الجينية اللي قلنا عليهن، في كل سندروم فيهن الطفل معرض إنه يطلع له السرطان هذا في الكدني امتاعه، سرطان اللي اسمه نيفروبلاستوما أو ويلمز تيومر على اسم العالم اللي اكتشفه. تمام، نجو نعرف الأعراض توا اللي مرات يجي الطفل اللي مصاب بالسرطان هذا يشكي منهن. أول حاجة برضو حتى هو يشكي من أبدومينال ماس، مرات ديرت له ألم رهيب، يجي يشكي من كتلة بارزة من بطنه ديرت له ألم رهيب. مرات كذلك سرطان النفروبلاستوما يقعد يفرز في رينن بكمية كبيرة، الرينن يكون لي أنجيوتنزين 2 والأنجيوتنزين 2 يحفز لي خروج كميات كبيرة من الألدوستيرون، والألدوستيرون يحفز لي إن الصوديوم يصير له ريتنشن في الدم ومعش يطلع لليورين، والصوديوم لما يتراكم في الدم ضغط الدم يزيد، فمرات الطفل يقعد يصاب بضغط الدم المرتفع. كذلك السرطان هذا لأنه هو سرطان خبيث حنلقى فيه في المورفولوجي متاعه areas of hemorrhage and necrosis، به إذا السرطان الخبيث في الكدني قاعد ينزف النزيف هذا مرات يطلع مع اليورين، يعني مرات الطفل يقعد يشكي من شنو؟ من هيماتويوريا. تمام، شفتوا كيف لما تقعدوا المبادئ متاعت النيوبليجيا عندكم تقدروا تتوقعوا بعدين كل حاجة وتربطوها ببعضها. فزي ما قلت لكم يا دكاترة السرطان هذا مرات يجي الطفل متاعه المصاب به يشكي من كتلة بارزة نامية في كلاوية، فأكيد تكون ضاغطة على بطنه وديرت له ألم رهيب، ومرات حتى تكون بارزة من بطنه، أو الطفل يجي، مش الطفل يجي يشكي لكن أهله يجوا يشكوا مثلا أو يكتشفوا أن عنده ضغط دم مرتفع نتيجة أن السرطان اللي طالع من الكدني يفرز هرمون الكدني بكمية كبيرة اللي هو الرينين واللي حيشيط للضغط، أو يصير عنده هيماتويوريا لأن السرطان الخبيث هذا ينزف والنزيف هذا يطلع مع اليورين قاعد. تمام، هذين كلهن أعراض مرات الطفل يعاني منهن اللي عنده نيفروبلاستوما. كذلك توا نبي نقرأ الجروس والمايكروسكوبيك مورفولوجي متاع النيفروبلاستوما بالعين المجردة. سرطان النيفروبلاستوما نلقوا الكتلة متاعها كبيرة، الحدود متاعها واضحة، وعادة الكتلة هذه تكون كتلة أحادية سينجل أو سولتري يسموا فيها، وغالبا يجي في كدني وحدة، نادر ما أن يجي في الكدنيز الاثنين مع بعضهن. تمام، ويكون في أريا منه صايرات فيهن هيموريج.
السرطان الخبيث هذا ينتشر في أغلب الحالات، في 50% من الحالات عن طريق الدم، يخش للرينال فين والرين، أو عن طريق الرينال فين يطق في الانفيريور فينا كافا ويطق في الرايت سايد اوف ذا هارت، ومن الرايت سايد اوف ذا هارت خلايا الكانسر هذا مرات يمشن لللنج ويدير الميتاستاسز الى اللنج. تمام، اوكي، شنو نشوفه في المورفولوجي تحت الميكروسكوب متاع السرطان هذا؟ حنلقى ان تحت الميكروسكوب لو خذينا عينة من السرطان هذا، حنلقى تحت الميكروسكوب ان السرطان هذا متكون من ثلاث حاجات تحت الميكروسكوب، فيسموا في منظره تحت الميكروسكوب ترايفازيك. ترايفازيك يعني متكون من ثلاث حاجات. اولا حنلقى خلايا الكدني الامبريونيه، البلاست سيلز، النيفروبلاست الامبريونيه الصغيره لونهن ازرق حيكونن، اللي هن مازالا مش نضجات، مازالا undifferentiated، مازالا خلايا صغيرة إمبريونية، small blue blastomal cells اللي هن خلايا النفروبلاست، خلايا الكدني الإمبريونية اللي مازالا ما قعدنش نضجات. هذن أول مجموعة، وهذه أول حاجة حنشوفها تحت الميكروسكوب. قلت لكم أنا إن في أي ورم إمبريونال، في أي ورم إمبريونال في مجموعة من الخلايا الإمبريونية اللي غير ناضجة حيقعدن غير ناضجات كيف ما هن، وفي جزء من الخلايا الغير ناضجات هذن حيصير لها النضوج ويتحولن إلى الأنسجة الناضجة اللي مفترض كانن يعطنهن بالكامل. تمام، خلايا الكدني الإمبريونية كانن المفترض يتحولن إلى شنو؟ يتحولن إلى خلايا إبيثيليال زي اللي موجودات في الجلوميرولاي والتوبيولز، فحنلقى جزء فعلاً من خلايا الكدني الإمبريونية تحولاً إلى خلايا إبيثيليا الناضجات، وفي منهن من تحول إلى خلايا ميزينكايما الناضجات. تمام؟ يعني أنا تحت الميكروسكوب في سرطان النفروبلاستوما حنلقى خليط من الخلايا الغير ناضجة الاندفرنشييتد، الخلايا الإمبريونية معاهن خلايا ناضجة سواء إبيثيليا سواء ميزينكايما، حنلقى ماتشيور وإماتشيور إليمنت مع بعضهن. اوكي، ولاني انا حنلقى ابيثيليال وميزينكايمال ماتيور اليمنت، وحنلقى اماتيور اليمنت اندفرنشييتد سيلز، حنلقى بلاستمال سيلز، نلقى ثلاث انواع من الخلايا المختلفه، سموا المنظر هذا ترايفازيك ابييرنس. تمام، وعلى فكره لان نحن السرطان هذا حنلقى فيه مجموعه من الخلايا الابيثيليال الناضجه وكذلك مجموعه من الخلايا الميزينكايمال الناضجه، هذا هو ليش النفروبلاستوما في اول محاضره اعتبرناها من ضمن الميكسد تيومرز اللي يحتوون على ابيثيليال وميزينكايمال تيشو في نفس الوقت مع بعضهن. هذا بالنسبه لسرطان النفروبلاستوما او الورم الامبريوني اللي يجي في الكدني. آخر ورم نبي نحكو عليه في المحاضرة هذه الورم الإمبريوني البلاستوما اللي تطلع من شبكية العين من الرتنا. الإنسان الطبيعي، شوفوا معي المنظر اللي قدامكم، الإنسان الطبيعي كورة العين متاعه هذه كورة العين بالشكل هذا كيف ما أنتم شايفين، الضوء يجي يخش منهن في البداية، الضي يخترق القرنية أهي الكورنيا الشفافة، وبعدها الضي يخش لي غرفة فاضية معبية بسائل اسمها أكواس هيومر. تمام، وبعدها الضي يخبط في العدسة اللنس أهي، الضي يخترق العدسة يخش في غرفة معبية بجل اسمها فيتريس هيومر، وبعدها الضي يعبر الجل هذا ويطيح على الجزء المستقبل للضوء اللي هو اسمه الشبكية أو الرتنا. تمام، الرتنا متاع الإنسان الطبيعي تكون بالمنظر أهوة. في بعض الأطفال الرتنا هذه مرات ريتو يطلع منها كتلة من الخلايا السرطانية، السرطان هذا اسمه ريتينوبلاستوما. ريتينوبلاستوما، أوكي، الريتينوبلاستوما هو سرطان يجي عند الأطفال في الشايلدهود ويكون مالجننت تيومر ويكون انترا أوكيولار. شو معناها انترا أوكيولار؟ معناها جو الكورة متاع العين، مش برا الكورة، جو الكورة متاع العين. أوكي، سرطان الريتينوبلاستوما 60% من حالاته الطفل اللي حيصاب بيهن ما عندهش family history بالسرطان هذا، يعني لا عمره باتا ولا أمه ولا جدودة ولا خوالة ولا أعمامة ما عمرهمش أصيبوا بالسرطان، هو أول فرد من العائلة يجي فيها السرطان هذا. تمام، هذه نسموا فيها حالات شاذة sporadic، لكن 40% من حالات الريتينوبلاستوما يكونن في أطفال
عائلاتهم عندهم family history من الإصابة بالسرطان هذه. الحالات هذين نسموا فيهن familial، يعني حالات وراثية. السرطان تم توريثه وراثة إلى الطفل هذا يكون. أوكي؟ وتو نحكوا شنو الفرق ما بين سرطان الريتينوبلاستوما اللي جي في حالة شاذة سبوراديك، أو سرطان الريتينوبلاستوما اللي جي في طفل عائلته عندها family history من الإصابة بالسرطان هذا. وبشكل عام لازم نعرفه من توا، وقلتها الكم في المحاضرة اللي فاتت، إن سرطان الريتينوبلاستوما يصير لما نحنا نخسره التيومر سبريسور جين اللي اسمه الريتينوبلاستوما جين، اسمه على اسم السرطان اللي يمنع فيه. الريتينوبلاستوما جين هو تيومر سبريسور جين يدير في سبريشن للتيومر اللي هو اسمه الريتينوبلاستوما، تمام؟ يدير في سبريشن للتيومر هذا. لما الجين هذا نخسروه ونخسروا الأليلين متاعاته، للأسف حينمو هذا السرطان واللي اسمه الريتينوبلاستوما. أوكي؟ التيومر سبريسور جين هذا وين موجود؟ موجود على الكروموزوم 13. لما نخسروه للأسف سرطان الريتينوبلاستوما حينمو وحيتكون في جسم الإنسان اللي خسر الجين هذا. أوكي؟ تمام. زي ما قلت لكم أنا إن سرطان الريتينوبلاستوما، سرطان الريتينوبلاستوما بيش يتكون لازم إن يصير it requires the deactivation، لازم يصير خلل deactivation للأليلين، لازم الأليلين امتعات الريتينوبلاستوما جين اللي قعدت على الكروموزوم 13 لازم هن الاثنين يخربن، تمام؟ هن الاثنين لازم ينضربن. هذه سموا فيها نظرية الضربة الثنائية two hit hypothesis، تمام؟ hypothesis معناها نظرية، و two hit يعني إن الأليلين لازم هن الاثنين ينضربن. كويس؟ تمام. شين يصير في الـ في الـ في الـ في الحالة هذه؟ في الحالة هذه أو سوري، شين يصير في الحالات الشاذة وشين يصير في الحالات اللي عندهم في الحالات الفاميليال من السرطان هذا؟ الحالات الفاميليال من السرطان هذا يعني إن مثلاً طفل عمره سنتين أصيب بسرطان الريتينوبلاستوما، حيكون الطفل هذا عنده family history من الإصابة بالسرطان هذا، يعني مثلاً جده، عمه، خاله، جد خاله، جد جده، عنده أقرباء أصيبوا بالريتينوبلاستوما هذا، والأقرباء هذم يكونوا أفطنوها يكونوا ورثولة الليل أبنورمال من الريتينوبلاستوما جين. يعني الطفل هذا أول ما ينولد يكون عنده الريتينوبلاستوما جين في الليل، الطفل هذا أصلاً ورثه مضروب من باته أو من أمه وفي عنده الليل سليم. فالطفل اللي حيعاني من الريتينوبلاستوما كفاميليا الكيس، كحالة وراثية، حينولد الطفل هذا حيكون born with only one normal allele، والأليل الآخر حيكون وارثه مضروب من الأب أو الأم. فالطفل هذا الأليل اللي حينضرب أول واحد حيكون موروث وراثة وهو مضروب وخارب. بعدين الطفل بعد ما ينولد ويجي عليها الدنيا حيكتسب اكتساب الطفرة اللي حتضرب الأليل الثاني وتوه حيطلع للكانسر، تمام؟ نعودوها من جديد بلكي ما كانتش واضحة. أنا قلت لكم إن حالات الريتينوبلاستوما 60% سبوراديك و 40% فاميليال. شن معناها فاميليال؟ أفطنه يعني مثلا أب أو أم واحد منهم أصيب بالريتينوبلاستوما، أو مش أصيب بالريتينوبلاستوما لكن واحد منهم عنده الليل الريتينوبلاستوما خارب، تمام؟ أوكي؟ فلما جو الأب والأم هذم تزاوجوا مع بعضهم، اللي ما عندهش أي الليل خارب ورث الليل الكويس لابنه، لكن اللي عندها الليل الخارب ورث الليل الخارب هذا لابنه. لذلك الابن توا أول ما جاء عليها الدنيا، أول ما تلد عليها الدنيا، الريتينوبلاستوما جين متاعه فيه الليل واحد طبيعي والليل الآخر خارب، born with only one normal allele من الريتينوبلاستوما جين. بس هل هذا يكفي بش الطفل هذا يطلع عنده سرطان الريتينوبلاستوما؟ لا، ما يكفيش، لازم حتى الليل الآخر ينضرب. بهيمانو اللي حيضرب الليل الآخر توا، الليل الآخر حينضرب لما الطفل يتعرض لمادة مسرطنة تضرب له وتخرب له الأليل الآخر. فالميوتيشن
اللي حتصير للأليل الآخر توا حتكون ميوتيشن مكتسبة، اكتساب acquired أو somatic mutation، وليس ميوتيشن موروثة وراثة زي الميوتيشن للأليل الأول. أوكي؟ فالطفل هذا حيورث وراثة أليل واحد ميوتيتد مضروب من الأب أو الأم، وبعد ما ينولد ويجي عليها الدنيا وعنده أليل واحد سليم، الأليل السليم هذا حيصير له طفرة somatic mutation أو acquired mutation مكتسبة اكتساب بعد الولادة، وهكي حيخربن عنده الأليلين. لما يخربن الأليلين يطلع له سرطان الريتينوبلاستوما. الطفل هذا لأن أوريدي عنده أليل واحد مضروب، فاحتمالية أن بسرعة ينضرب عنده الأليل الآخر ويطلع للريتينوبلاستوما في وقت مبكر احتمالية كبيرة. لذلك الطفل هذا غالباً at earlier age يصير لسرطان الريتينوبلاستوما. الطفل اللي عنده family history من الإصابة بالريتينوبلاستوما غالباً السرطان هذا حيجيه على عمر مبكر، لأنه هو already حينولد عنده قليل واحد مضروب، فما فيش حاجة إلا أن نحن نضربه قليل واحد أخرى ويطلع عنده السرطان طول. هذا هو عليش حيطلع عنده مباشرة في عمر مبكر، تمام؟ وعلى فكرة لما هو ينولد حتكون الشبكية متاع العين، شبكية العينين متاعاته هن الاثنين الليلات الريتينوبلاستوما فيهن مضروبات، تمام؟ يعني كيف نقول هالكم؟ لأن الطفل هذا ورث من باتة أو من أمه الليل مضروب، معناها أن عيونه الاثنين حيكون فيهن الليل مضروب هن الاثنين. يعني عيونه الاثنين معرضات إن لو القليل الباقي السليم انضرب حتى هو وخرب، تطلع الريتينوبلاستوما في عيون الاثنين مع بعضهن. فالطفل هذا معرض إن التيومر يكون عنده بايلاترال ويطلع له في شبكية عيونه الاثنين، مش شبكية عين واحدة فقط، تمام؟ يكون عنده بايلاترال تيومر، أوكي؟ ويكون born with only one normal allele، تمام؟ والتيومر يجيه في عمر مبكر ويكون عنده positive family history من الإصابة بهذا السرطان. بما أن قلنا نحن السرطان مش حيطلع إلا لما يكون الأليلين مضروبات، الطفل هذا قلنا أن الأليل الأول المضروب حيورثه وراثة مضروب، أما الأليل الثاني حينضرب بعد الولادة فيكون acquired mutation أو somatic mutation. هذا اللي يمثل الحالات الفاميليال أو العائلية 40% من المصابين بالريتينوبلاستوما. أما الحالات العشوائية الطفل يكون ما عندش أي family history من الإصابة بالكانسر، بدليل إن حينولد وجينات الريتينوبلاستوما عنده طبيعيات ما فيهنش أي مشكلة. لكن شو المرات يصير لحتى هو مرات يتعرض لمادة مسرطنة تضرب له القليل الأول، بهي هل حيطلع كانسر هكي؟ طبيعي مش حيطلع، لازم برضو بعد فترة يصاب بمادة مسرطنة أخرى تضرب له القليل الثاني، تمام؟ فبعد ما ينضربن القليلين متاعاته هن الاثنين يكونن acquired mutations أو somatic mutations مش موروثة وراثة، لما ينضربن القليلين حيطلع عنده سرطان الريتينوبلاستوما. وعلشان نحن توا في الحالة هذه محتاجين إلى أن ينضربن القليلين، معناها الموضوع هذا حياخذ وقت أطول. هذا هو ليش في الحالات السبوراديك السرطان يجي على عمر متأخر. وعلشان الطفل عيونه الاثنين حيكونن فيهن الليلات سليمة، معناها غالباً بيش أنك أنت فرصة أنك أنت تضرب الليلين على مرتين مختلفات في كلا العينين فرصة ضئيلة جداً. فغالباً الحالات السبوراديك لو طلع فيهن السرطان حيطلع في عين وحدة، على عكس الحالات الفاميليا الموروثة وراثة السرطان يطلع في العينين مع بعضهن بايلاترال، أوكي؟ فشنو المقارنة ما بين الحالات الفاميليا والسبوراديك؟ الحالات الفاميليا الطفل المصاب بالكانسر عنده family history بالإصابة بالكانسر هذا، أما الحالات السبوراديك العشوائية الطفل ما عندهش family history من الإصابة بالكانسر هذا. الحالات العشوائية الطفل كبير في العمر شوية اللي جايه الكانسر في عينه، لكن الحالات الموروثة وراثة الطفل مازال صغير في عمره وجاه الكانسر. الحالات العشوائية الكانسر في الغالب حيكون في شبكية عين وحدة، في عين وحدة حيجي يونيلاترال، لكن الحالات العشوائية للأسف حيكون بايلاترال، تمام؟ الحالات العشوائية مش العائلية الفاميليا بل الحالات العشوائية
حين ولد الطفل عنده الأليلين متاعات الريتينوبلاستوما جين طبيعيات، فلازم ياخذ فترة طويلة علشان يتعرض لمواد مسرطنة يديرا acquired أو somatic mutations للأليلين هذن ويخربنهن بيش الكانسر يطلع عنده. أما الحالات الفاميليال الطفل يكون وارث وراثة الليل واحد مضروب والأليل الآخر سليم، فيقعد بحاجة فقط إلى single somatic أو acquired mutation يصير بعد الولادة، وهيك الأليلين متاعته حيكون المضروبات ويطلع عنده الكانسر هذا. يعني واضح ان الحالات الفاميليا الاكثر خطوره من الحالات السوماتيك. اوكي تمام، تو بنعرفوا شنو المضاعفات اللي ممكن يصيرا من الكانسر هذا. خلوني من الصوره هذه، تعالوا للصوره اهيه. كوره العين تكون قاعده جوا تجويف عظمي، رسمه الكم انا بالخط هذا، تجويف عظمي اسمه الاوربت. الاوربت عباره عن تجويف جوا السكال، جوا الجمجمه، يكون جوا التجويف هذا كوره العين ولا لا؟ اوكي، كوره العين هذه طالع منها السكند كرينيال نيرف اللي هو الاوبتيك نيرف اللي ماشيين عند البرين. البرين يغطن فيه السحايا، والسحايا هذنا جواهن سيريبرو سباينال فلويد ولا لا؟ اوكي، كره العين قريب منها بلاد فيزلز يغذن في كره العين، زي مثلا الاوفثالميك ارتري. الاوفثالميك ارتري اوكي. سرطان الريتينوبلاستوما، بحثوا معايا شنو مرات يدير سرطان الريتينوبلاستوما، مرات يقعد ينزف جوا الاي بول، يقعد يطلع في دم وينزف جوا العين اصلا. سرطان الريتينوبلاستوما مرات يخترق كوره العين ويخش جوا التجويف العظمي متاع اللي قاعده في جواها العين، يدير انفيجن واحتلال للاوربت. تمام، يقعد الكانسر يخش في التجويف العظمي اللي قاعده فيه كوره العين لما يطلع برا كوره العين هذه، ويبدا ينتشر ويكبر جوا التجويف العظمي هذا، ويقعد يضغط في الخلايا ويصير لنيكروسس غادي، ونتيجه النيكروسس هذا يولد لي انفلاميشن في الاوربت اللي هو التجويف العظمي اللي قاعده جواه كوره العين. كذلك الكانسر هذا، كانسر او سرطان الريتينوبلاستوما، مرات يخترق كوره العين ويخش للاوعيه الدمويه القريبه من العين مثلا، تمام، الاوفثالميك فينز والاوفثالميك ارتريز، وينتشر عن طريق الدم الى اللنج او الليفر او حتى البون. مرات ينتشر السرطان هذرا، تمام، ومرات يطلع عن طريق الاوبتيك نيرف، عن طريق العصب البصري، وينتشر لين ما يوصل للبرين مرات را. فالسرطان هذا انتشاره يعني يخلي في فرصة نجاة الطفل في البروغنوسز very 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 poor، لأن شفتوا كيف ما أنتوا شايفين، مرات ينتشر للبرين يخرب لي البرين، مرات يخش للبلد ينتشر لللنج يضربها ويخربها، يضرب الليفر ويخربها، يضرب المول ويخربها. مرات السرطان هذا يخترق الآي بول ويعدي للأوربت ويقعد يحتل في الأوربت من هنا وينمو جواه ويخرب لي فيه ويدير لي فيه إنفلاميشن. مرات يقعد ينزف جوا كرة العين فيدير لي حتى بلايندنس مرات، را هو أصلا طالع من الجزء اللي يستقبل في الضوء في العين، فأكيد حيخرب لي الضي متاع العين، استقبال الضي في العين، فيدير لي بلايندنس عند الطفل. تمام يا دكاترة، فزي ما قلت لكم أنا، من المضاعفات اللي مرات يديرهن الكانسر هذا إنه يحتل الأوربت ويدير لي فيه إنفلاميشن، إنه ينزف جوا كرة العين فمرات يدير لي بلايندنس للطفل، مرات يطلع برا كرة العين ويخش للدم وينتشر لللنج وللليفر وللبون، مرات يتبع الأوبتيك نيرف ويعدي ينتشر لعند البرين. فيعني لو انتشر البروغنوسيس متاعه هيقعد very 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 poor. تمام، باهي، شنو الأعراض اللي الطفل يبدأ يبان عليه واللي يشكي من واللي يقعد عنده الريتينوبلاستوما؟ شنو الأعراض اللي يبان عليها الطفل؟ الأعراض هذين يبيلهن شرح را من الأخير. أفطنوا، تعالوا شوفوا معايا في الرسمة هي، ولا نقول لكم، خلونا نديروها في صفحة بيضاء خير لنا، شاشة بيضاء. تمام، شوفوا معايا، هذه كرة العين، هذه كرة العين، تمام؟ عليك كرة. خلونا هكي، هذه الكرة متاع العين بالشكل هذا، أوكي؟ هذه الشبكية الرتنا اللي تستقبل في الضوء، تمام؟ وهذا هذه الكورنيا، هنا البيوبل
سوري الايرس، الايرس في نصه فتحه اسمها البيوبل، وراها طول اللنس العدسه، تمام. وهنا السيلياري بادي مثبت العدسه بليجمنت، وهذين وهذا برضو السيلياري بادي من الجهه الاخرى مثبت العدسه في مكانها بليجمنت. طبيعيا الضي يجي يخترق في القرنيه الكورنيا، ويخترق في البؤبؤ البيوبل، ويخترق في اللنس في العدسه، ويعوم لين ما يطق في الشبكيه في الرتنا من لاورا. الشبكيه نورمالي شفافه هي، فالضي حيخترقها شويه، يخترقها شويه، والضي يطيح على الطبقه اللي تحت الشبكيه. بعد ما يخترق الشبكيه، الطبقه اللي تحت الشبكيه يسموا فيها كرويد، الطبقه هذه يسموا فيها الكرويد. الطبقه متاع الكرويد هذه تكون معبيه باوعيه دمويه، يعني الطبقه هذه حيكون لونها حمر لانها معبيه بالدم. فالضي لما يجي من العين من برا يوصل لعند الشبكيه الشفافه، حيخترق الشبكيه بسبب انها شفافه، يطيح على الطبقه الحمراء الكرويد اللي وراها، يخبط في الطبقه الحمراء هذه وينعكس من عليها، ويرد يرد 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 يرد، يطلع من برا. لما يطلع من برا يطلع الضي ولونه شنو زي ما قلنا، يطلع الضي ومنعكس من على اي طبقه، منعكس من عن الطبقه الحمراء. لذلك الطفل في الوضع الطبيعي لو سلطنا له ضي مباشره في منتصف عيونه وبحثنا فيه من على الجنب، حنلقوا ان بؤبؤ العين طالع منه ضي حمر. الضي الحمر هذا عباره عن انعكاس الضي الطبيعي لما اخترق لي الريتنا وخبط لي في الكرويد وانعكس ورد وطلع برا. اللون الحمر في بؤبؤ العين هذا يسموا فيه ريد ريفلكس. هذا الحاجة الطبيعية اللي مفترض نلقاها في أي إنسان طبيعي. أي إنسان طبيعي الضي لما يخش في البؤبؤ متاع، يخش في منتصف العين متاعها، الكورنيا ثم البؤبؤ ثم اللنس، ويطيح على الشبكية الشفافة يخترقها، ويطيح على الطبقة الحمراء اللي تحتها يضرب فيها الضي وينعكس ويرد ويطلع برا. فالضي ينعكس علينا لونه حمر، يقعد باين علينا من البؤبؤ متاع العين من البيوبل إنه هو لونه حمر. هذا يسموا فيه الريد ريفلكس. هذه الحاجة النورمال اللي نلقاها عند أي إنسان باي، تمام. تخيلوا معايا الطفل اللي طالع له ورم الريتينوبلاستوما. الريتينوبلاستوما لما تطلع من الشبكية حتطلع ككتلة كبيرة 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 من الخلايا، كتلة كبيرة من خلايا سرطان الريتينوبلاستوما طلعتك. توا عند الطفل هذا اللي طالع له سرطان الريتينوبلاستوما، الضي لما يخش يخبط في الكتلة السرطانية ينعكس من عليها ويرد. السرطان عادة الكتلة هذه حتكون بيضة كيف ما وريتكم في الرسمة من بدري، حيكون لونها أبيض. فالضي توا لما يجي ما يقدرش يخترق الكتلة الكبيرة متاع السرطان هذه، فيخبط وينعكس من عليها، يخبط وينعكس من عليها. ولأن كتلة السرطان أصلا بيضة، فالضي اللي حيخبط وينعكس ويرد من عليها حيرد علينا ويبان علينا أنه هو أبيض، يبان علينا أنه هو أبيض. فمعش يقعد الريفلكس ريد، بل يقعد وايت ريفلكس، يقعد وايت ريفلكس، الريفلكس يقعد أبيض. وهذه يسموا فيها اليوكو كوريا. ريتوا الطفل هذا كيف البؤبؤ متاع عينه هن أبيض، هذه يسموا فيها اليوكو أبيض كوريا. كوريا يعني بؤبؤ أو بيوبل. البيوبل يقعد أبيض لما نحطه العين عليه، نحطه الضي على البيوبل، ما يقعدش يطلع لي في الريد ريفلكس الطبيعي، بل يقعد يطلع لي في وايت ريفلكس. هذه يسموا فيها اليوكو كوريا. كوريا معناها بيوبل، واليوكو يعني أبيض، يعني في ضي أبيض قاعد يطلع لي من البيوبل، لأن الضي لما أنا نسلط فيه قاعد يطيح لي على كتلة سرطانية بيضة جوا، مش قاعد يخترق لي زي الطبيعي، مش قاعد يخترق لي في الرتنة الشفافة ويخبط لي في الطبقة الحمراء وينعكس من عليها، لا، بل قاعد يخبط لي في الكتلة السرطانية البيضة وينعكس من عليها. أوكي، 60% من الأطفال اللي عندهم سرطان الريتينوبلاستوما يجوا عندهم العرض، أهوه عندهم البؤبؤ متاعهم يطلع منه ضوء أبيض بدل من الضوء الأحمر الطبيعي. الحاجة الأخرى خذوها كقاعدة عامة يا دكاترة، هذه العين وهذه العين الأخرى، العينين لازم ديما يكونن مشيات على استقامة واحدة مع بعضهن.
في الوضع الطبيعي، تمام؟ لأن لو كانت، تخيلوا معايا، لو كانت عين تبحت في الاتجاه هو والعين الأخرى تبحت في اتجاه آخر، الحالة هذه حالة غير طبيعية. شنو نسمو فيها الإنسان اللي تكون عيونه هكي؟ هذا زي ما أنتم شايفين، هو هذا عين متاعه قاعدة تبحتك وعين واحدة أخرى قاعدة تبحتك. لما العينين يقعد ما يبحتنش ما بعضهن في استقامة واحدة، هذه الحاجة أو الحالة الطبية اللي نسمو فيها الحول أو الاسترابزمس، تمام؟ في الوضع الطبيعي شنو اللي يخلي في العينين يبحتن ما بعضهن في استقامة واحدة أو يقعدن موازيات لبعضهن؟ البرين هو اللي يتحكم في العينين ويخلي فيهن يبحتن في بعضهن في استقامة واحدة، كويس؟ تمام. بس البرين والدماغ بيش يحافظ لك على العيون اثنين متاعاتك في استقامة واحدة، لازم يكون يستقبل في صورة واضحة من كلا العينين، صورة تكون فول اتش دي. يكون لما الدماغ يستقبل صورة ممتازة من كلا العينين، حيسيطر على كلا العينين ويخليهن هن الاثنين يبحتن مع بعضهن في اتجاه واحد. لما طلع لي سرطان من شبكية العين في واحدة من العينين هذنا، السرطان هذا دمر لي الشبكية، والشبكية هي الجزء اللي يستقبل لي في الصورة. فالعين هذه اللي طلع فيها سرطان في الشبكية متاعها، العين هذه تقريبا قعدت بلايند، خلاص معاش تشوف. فالدماغ توا معاش يستقبل في صورة من العين هذه. الدماغ لما معاش يستقبل في صورة من العين هذه، يقول لها أيوة توا أنت يا عين قاعدة تبي ترخي بي الحبل صح؟ حتى أنا معاش بندورك، زي ما أنت معاش تدوري فيها ومعاش تعطي فيها صورة كويسة، حتى أنا معاش بندورك ومعاش نبي أن يكون لي أي علاقة لي أنا بيكي أنت بكل. فالدماغ توا العين اللي معاش يشوف منها لأن طالع فيها ورم حيهملها، ولما يهملها ومعاش يتحكم فيها، حتقعد العين هذه تتحرك في اتجاهات أخرى خاطي الاتجاه اللي متحركة فيه العين الطبيعية. ولما العينين يكون كل وحدة فيهن تتحرك في اتجاه كيف ما أنتم شايفين، الحالة هذه نسمو فيها الحول أو الاسترابزمس. فالحول أو الاسترابزمس في الأطفال الصغار يعتبر من الحالات اللي لازم طول تاخذ بهن الطفل وتمشي به لأقرب دكتور تخلي له يفحص له شبكية عينه، لأن ممكن الحول اللي صاير للطفل هذا صاير بسبب أنه هو عنده سرطان طالع من شبكية العين متاعه. قلت لكم كذلك أن مرات يصير فيه orbital invasion وinflammation وشرحناها هذه الكم من بدري. في حاجة أخيرة نبي نشرحها اللي هي قصة الجلوكوما والأنتيريور سيجمنت إنفيجن. يا دكاترة قلت لكم أنا بدري قلت لكم إن العين فيها سائل ينتج اسمه أكواس هيومر. السائل هذا قاعد جو العين، السائل هذا يعوم يعدي لزاوية هن زاوية تشفط فيه وتطلع فيه برا العين، كويس؟ لما يكون عندي سرطان طالع من شبكية العين، خلايا السرطان هذنا مرات ينتشرن جو العين ويمشن لعند المكان اللي يشفط في السائل هذا ويسكرن المكان هذا. تخيلوا عندي المكان اللي يشفط في السائل السكر. خلوني نعود هالكم بطريقة أفضل. شوفوا هذه العدسة متاع العين ولا لا؟ والعدسة متاع العين مثبتة بجسم اسمه سيلياري بادي. السيلياري بادي بشكل مستمر جو عيوننا يطلع في سائل اسمه الأكواس هيومر. السائل هذا يعوم يمشي لعند زاوية قاعدهن، الزاوية هذه معبية بالشفاطات اللي يشفطن في السائل هذا ويطلعن فيه برا. فالسائل هذا عنده سيركوليشن وحركة مستمرة جو العين، ينتج عن طريق السيلياري بادي ويقعد في يعوم في العين وبعدين يشفط عن طريق الشفاطات هذنا ويطلع برا العين. سرطان الريتينوبلاستوما شن مرات يدير لي؟ سرطان الريتينوبلاستوما مرات الخلايا متعاتها ينفصلن ويعومن يجن عند الشفاطات هذنا ويخشن جوا الشفاطات ويسكرن الشفاطات هذنا. تخيلوا معايا لو ان الشفاطات اللي طلعن في السائل هذا السكرن، معناها السائل هذا معاش حيشفط، معاش حيطلع الأكواس هيومر برا العين، لكن السيلياري بادي حيستمر في إنتاج السائل هذا. يقعد السائل هذا ينتج ويتعرم جوا العين، ينتج ويتعرم جوا العين وما يطلعش برا بكل. ليش ما يطلعش؟
لأن خلايا الكانسر سكرن الشفطات اللي يشفطن في السائل هذا ويطلعن فيه برا. باهي لما السائل يقعد يتعرم جوا كورة يتعرم 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 يتعرم، الضغط جوا الكورة شن حيصير له؟ يزيد، حيزيد عندي الانترا اوكيولر بريشر، الضغط جوا كورة العين حيزيد. وشن اسمها المرض اللي يصير فيه زيادة للانترا اوكيولر بريشر؟ اسمه جلوكوما، اسمه جلوكوما. وهنا حتكون سكندري جلوكوما لأن سببها حاجة معروفة، سببها سرطان، أمتى ما تعالجه الجلوكوما حتحول. فالأطفال هضمة السرطان اللي عندهم مرات يسكر لهم الشفطات اللي يشفطن في الفلويد هذا، فيتعرم ومعش يطلع برا العين، فيزيد الضغط جوا العين والعين متاعهم تكبر، تقعد كبيرة من قوة الضغط اللي يكبر في العين متاعهم. تمام، هذه يسموا فيها سكندري جلوكوما. آخر حاجة ما شرحتهاش الكم اللي هي الانتيريور سيجمنت انفيجن، هذه بسيطة بكل. العين يا جماعة الخير خوضها من العدسة ووخر لعند الشبكية، هذا اسمه بوستيريور سيجمنت اوف ذا اي. خوضها من العدسة وعدي لعند القرنية من قدام، هذه اسمها الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي. سرطان الريتينوبلاستوما طالع من البوستيريور سيجمنت، مرات خلايا السرطان ينفصلن ويعومن يعومن ويطقن لعند الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي بول، ويقعدن يضربن في الاجزاء اللي قعدت في الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي بول، يعني انتيريور سيجمنت انفيجن، ما فيهاش العلم لا ذره. فهذا بالنسبه للسيمتومز اللي هنية اللي 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 مرات الطفل يقعد يعاني منهن. خطرها في حاجة مش عارف واضحة عندكم هنا أو لا، لما السرطان وصل لعند الجزء الأمامي من العين تلاحظوا أن في سائل حمر هنا قاعد باين عليكم. السرطان لما وصل للجزء الأمامي من العين قاعد ينزف في مقدمة العين، فقعد في دم متجمع وراء القرنية متاع العين، هذه نسمو فيها هاي فيما، نسمو فيها هاي فيما. تمام، هاي فيما يعني أنه في دم متجمع وراء القرنية متاع العين نتيجة أن خلايا الكانسر بديت يضربن في المقدمة متاع العين من قدام، فيقعد في دم باين عليك أو حمر متجمع وراء القرنية. تمام، وراء الكورنيا. هذا بالنسبة للكومبليكيشنز والبرزنتيشن والأعراض اللي الطفل يكون بينات عليه لما يكون يعاني من سرطان الريتينوبلاستوما. باهي السرطان هذا شن نحقه فيه تحت الميكروسكوب؟ حتى هو حنلقوا خلاياه دائرات روزتات، يعني دائرات تجمعات حوالين سنتر، والروزتات هذنا برضو اكتشفهن عالم اسمه سايمون فليكسنر فسميناهن علي اسمه. خلايا الريتينوبلاست اللي هن خلايا سرطان الريتينوبلاستوما اللي هن خلايا undifferentiated، خلايا امبريونال مازالا، حنلقاهن مش جمعات مع بعضهن، حنلقاهن عندهن أنوية داكنة هايبر كروماتيك نيوكلياي والسيتوبلازم متاعهن طشة، حنلقاهن مجمعات مع بعضهن هنا ودائرات حلق حلق، دائرات جروبات وجروبات مجمعات حوالين سنتر في النص. السنتر هذا معبى بالجلايكوزامينو جلايكان جي اي جي، معبى بالجلوكوزامينو جلايكان. الروزتات هذنا اكتشفهن عالم اسمه سايمون فليكسنر فسموهن علي اسمه فليكسنر وينترستينر روزيتس، يعني حلقات العالم، هو حلقات فليكسنر، هو فليكسنر، هذا هو فليكسنر العالم اللي اكتشفهن فسماهن علي اسمه. لو تلاحظوا هذه خلية وهذه خلية وهذه خلية وهذه خلية وهذه خلية خلية خلية، الخلايا هذن شن دائرات؟ دائرات روزيت، يعني تجمع حوالين السنتر أهو، والسنتر هذا معبى بالجلايكوزامينو جلايكان. فالفليكسنر وينترستينر روزيتس هذين الروزتات الخاصات بالريتينوبلاستوما، السنتر متاحن معبى بالجلايكوزامينو جلايكان. أوكي، هذا بالنسبة للحاجات اللي نلقاها تحت الميكروسكوب في الريتينوبلاستوما. وهكي كملنا كورس النيوبليجيا بالكامل، شرحناه بكافة تفاصيله، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وإن شاء الله نكونوا سهلنا عليكم ووضحنا لكم كل شيء الدكاترة. لا تنسونا من صالح الدعاء، ربي وفقنا وإياكم جميعا لكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.